No. سيبو اني كجوينت يعني مهم جدا، وهو اكتر جوينت بنشوفه في البرايفت يعني، ويعني بيحبوا شوية بيجيبوا يعني، ممكن يجيبوا شورت يعني نوتس كده في الامتحان ساعات، بيبقى عن أسئلة عن الميس كالتير وكده يعني. بس الني لا غنى عنه في الحياة يعني خالص يعني، لما حد بيشتغل بره برايفت يعني هيعرف ان النية نص شغل البرايفت هي النية كماسكو سكيل تاني، فالنية مهمة جدا يعني. طيب احنا هنبدأ زي ما اتعودنا، ان احنا بنبدأ العظم كأوسيس اناتومي يعني، وبعد كده ليجامنتس وتندون وي وي وي. بس اهم حاجة عندنا دايما يعني، لما تيجي تذاكر اي مفصل في الانات في الراديو يعني، لازم تبدأي بالعظم، لان يعني ده حاجة ثابتة ودي لاند مارك بالنسبة لنا يعني، هي دي الخريطة اللي بتمشي بيها، تعرف ايه ماسكة ايه ماسك هنا ايه جاي هنا. فلازم في الاول نبقى الاوسيس اناتومي ده مهم يعني. طيب هو كاني جوينت، هو عبارة عن هنج جوينت، ده من نوع من انواع المفاصل اللي هو الهنج جوينت ده. ومكون من ايه؟ مكون من ارتكيوليشن ما بين حاجتين، ما بين الديستال فيمر والبروكسيمال تيبي. ديستال فيمر مكون من تو كوندايل بيسموهم تو فيمورال كوندايل، واحد ميديال اسمه ميديال فيمورال كوندايل، واحد لاترال اسمه لاترال فيمورال كوندايل، واتنين تيبيال كوندايل او بيسموهم تيبيال بلاتو، زي ما اتفقنا ان التيبيا دي حلو ده الاول شويه، قلنا تحت اسمها بلافوند السطح بتاعها، وده بيسموه السطح بتاع التيبيا بيسموه تيبيال بلاتو. تيبيا بلاتو في عندي او كوندايل في عندي ميديال ولاترال، وميديال ولاترال بيارتيكيت مع الميديال ولاترال بتاع الفيمورال كوندايل عشان يعملوا الايه، يعملوا النيجون. في تو ارتكيوليشن تانيين موجودين ليهم علاقه بالني جوينت، اللي هو الارتكيوليشن بتاع الباتيلا. احنا قلنا الباتيلا دي اكبر تعتبر نوع من انواع السيسامويد بون. السيسامويد بون دي عباره عن بونز بتبقى ليها غالبا ليها علاقه بجوينت او ليها علاقه بتندون بتاع عضله، وبتبقى ليها فانكشن ان هي تعمل زي وظيفه، زي ان هي زي التروكيلا يعني زي البكره، بحيث ان التندون يجي يمسك فيها ويغير اتجاهه. فتغيير الاتجاه ده بيبقى بيتم عن طريق الايه، عن طريق السيسامويد بون دي. من ضمنها الاشهر بتاع دي زي بتاعتنا دي اللي هي الباتيلا، وفي عندنا في الفوت خدنا قبل كده في الفوت برينيس بريفيس برينيس اوسيس اللي هي الاس برينياي، نوع من انواع برضو السيسامويد بون، بتبقى موجوده مع اللونج كورس بتاع البرينيس لونجاستن. ما علينا. طيب فده كمان ارتكيوليشن بيسموه باتيلو فيمورال ارتكيوليشن، باتيلو فيمورال ارتكيوليشن. طيب وبعد كده في جوينت تاني اللي هو الجوينت ده اللي هو ما بين البروكسيمال فيبيلا والتيبيا، اللي هو بيسموه بروكسيمال لانه في ديستال تيبيو فيبيلار ارتكيوليشن، هو ده اللي هو اسمه بروكسيمال تيبيو فيبيلار ارتكيوليشن، ما بين البروكسيمال او الهيد بتاعت الفيبيلا وما بين الايه، وما بين الايه اللاترال اسبكت بتاع التيبي. يبقى احنا عندنا ده انا بصص على الني جوينت من قدام، ده نبص على الني جوينت من ورا. الني جوينت من ورا مكون من نفس الكلام لاترال فيمورال كوندايل ميديال فيمورال كوندايل، وبعدين لاترال تيبيا بلاتو ميديال تيبيا بلاتو، وعندي ده الفيبيلا والارتكيوليشن ده اللي هو بروكسيمال تيبيو فيبيلا ارتكيوليشن اللي باين هنا. دايما الفيبيا بتبقى ورا، مستخبيه ورا الايه التيبيا يعني، يعني لو انا ببص كده هلاقي التيبيا بعد كده من وراها، فعشان كده الجوينت هنا واضح لما بصيت عليه من ايه، من ورا. ماشي. ما بين التو فيمورال كوندايل، تو فيمورال كوندايل في ما بينهم نوتش بيسموه انتر كوندايلر نوتش. فالانتر كوندايلر نوتش ده نوتش بالنسبه لنا مهم، لان هنعرف بعد كده ان شاء الله لما نتكلم عن ليجمنت نعرف ان انتر كوندايل نوتش دوت هم بيمثلوا الاوريجن بتوع الاي سي ال والبي سي ال. يعني احنا عندنا الاي سي ال بيطلع من اللاترال فيمورال كوندايل، بينما البي سي ال بيبقى طالع من ميديال فيمورال كوندايل، بيبقى مكانهم في النوتش ده. النوتش اللي موجود عندنا ده اسمه ايه، انتر كوندايلر نوتش. انتر كوندايلر نوتش ده هو ده اللي بيمثل الاوريجن بتاع الاي سي ال والبي سي ال بتوعنا.
موجود ما بين ايه النوتش ده؟ موجود ما بين التو فيمورال كوندايل. طيب وزي ما بين تو فيمورال كوندايل في انتر كوندايل نوتش، في ما بين تو تيبيال كوندايل في عندي حاجه اسمها الانتر كوندايل اريا. دي الانتر كوندايل اريا اللي هي دي، هي حته كده موجوده ما بين التو كوندايل، واحد يمين ما بين الميديا واللاترال تيبيال كوندايل، بيسموهم انتر كوندايل اريا. الانتر كوندايل اريا دي فيها بروز طالع في النص، البروز ده الامننس بيسموه تيبيال امننس. تيبيال امننس ده حته اليفيشن، انا ماشي كده وماشي كده، الحته دي اللي هي اللي انا بشير عليها دي الامننس، ده بيسموه تيبيال امننس. تيبيال امننس ده مكون من تو سباين، واحد يمين واحد ميديال وواحد لاترال، ميديال تيبيال سباين ولاترال تيبيال سباين، ميديال تيبيال سباين ولاترال تيبيال سباين، نفس الكلام اهو. احنا كده ماشيين كده، ده الميديال تيبيال بلاتو وده اللاترال تيبيال بلاتو، ما بينهم في عندي ارتفاع، الارتفاع ده بيسموه تيبيال امننس على بعضه. تيبيال امننس على بعضه في منه تو سباين، واحد ميديال واحد لاترال، ده اللاترال اسمه لاترال تيبيال سباين وده الميديال بيسموه ميديال تيبيال سباين. يبقى انا خدت ال نعم انتيرور اوبسويز من ناحيه ايه؟ في النص. يعني انا هوريكي على يعني انا شويه هجيب الانتر كوندايل اريا دي كمان شويه، هناخد شويه فين او هتوضح الموضوع اكتر. خلاص طيب، ده انا مقطع واخد مقطع اكسيال. خلاص المقطع الاكسيال ده في الني جوينت عباره عن ده الفيمورال ده بتوعنا، ده الميديال واللاترال او ده اللاترال فيمورال كوندايل وده الميديال فيمورال كوندايل، وده النوتش اللي انا بتكلم عليه اللي احنا كنا شايفينه من ورا اللي هو بيسموه انتر كوندايلر نوتش، وقلنا ده الاورجن بتاع البي سي ال والاي سي ال. خلاص ده صوره الام ار اي اللي هو الاكسيال سيكشن بتاعتنا، برده نفس الكلام، ده لاترال وده ميديال وده الايه وده الانتر كوندايلر نوتش اللي ما بينهم. طيب السطح الامامي بتاع الفيمر، السطح الامامي بتاع الفيمر بيبقى فيه جروف بيسموه تروكيلار جروف، بيسموه تروكيلار جروف، ده الجروف اللي في النص ده، وده بيسموه تروكيلار سيرفيس وده بيسموه تروكيلار سيرفيس، ده بيسموه لاترال تروكيلار سيرفيس وده بيسموه ميديال تروكيلار سيرفيس. في قاعده معروفه، قاعده معروفه، انا دلوقتي انا في الرسمه دي انا مش هعرفني ميديال من لاترال ازاي. قاعده معروفه بتقول ان دايما اللاترال سيرفيس بتاع الباتيل او اللاترال سيرفيس بتاع الفيمر دايما بيكون اطول من الميديال سيرفيس بتاع الفيمر، وبالتالي انا اعرف ان ده بالنسبه ده الطويل، فبالتالي ده انا بتكلم ان ده لاترال، وبالتالي ده دي الناحيه دي بالنسبه لي اللاترال ودي الناحيه دي بالنسبه لي الميديا. خلاص طيب، فالسطح الامامي بتاع الفيمر، السطح الامامي بتاع الفيمر مكون من بيسموه تروكيلر سيرفيس، في منه لاترال تروكيلر سيرفيس اللي هو ده، وفي منه ميديا تروكيلر سيرفيس اللي هو ده، في ما بينهم جروف اللي يسموه تروكيلر جروف. طيب التروكيلر سيرفيس ده بيارتكيوليت مع الباتيلا، الاندر سيرفيس بتاع الباتيلا اللي هو ده، الاندر سيرفيس بتاع باتيلا يرتكيت مع ده عشان يعملوا الجوينت اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بيسموه باتيلو فيمورال، باتيلو فيمر او باتيلو فيمورال ارتكيوليشن ما بين الباتيلا والفيمر. باتيلو فيمورال ارتكيوليشن ده مكون من التقاء ما بين اثنين، تروكيلر سيرفيس اللاترال تروكيلر سيرفيس مع حاجه اسمها الاندر سيرفيس بتاع باتيلا، ده بيسموه فاسيت، اللاترال فاسيت، ده لاترال فاسيت وده ميديال فاسيت بتاع الايه بتاع الباتيلا. فانا عندي تو فاسيت، واحد لاترال وواحد ميديال، ده اسمه لاترال فاسيت بيارتكريت مع اللاترال تروكيلر سيرفيس بتاع الفيمر عشان يعملوا الباتيلو فيمر ارتكيوليشن، وده نفس الكلام اللي هو الميديال فاسيت بتاع الباتيلا بيارتكريت مع ميديال تروكيلر سيرفيس بتاع الفيمر عشان كلهم الاثنين دول يعملوا مع بعض الايه الباتيلو فيمر ارتكيوليشن. طيب دي صورة الأجزاء. بص بالمرة دي دي الفابيلا برضو، ده نوع من أنواع يسموه البوم بس صغيرة خالص، تبقى موجودة لاترال، تبقى امبيدد في التندو بتاع اللاترال هيد بتاع الجاستروكينيز يعني بالمرة يعني، بس مش مهم يعني. طيب ده نفس الكلام ونفس الإعادة، مش هزود عليه كتير. طيب ده حاجة اللي أنا كنت عايز أوريها لك وأنت سألت عليه. دلوقتي انا بتكلم جبت على بصيت، انا بص على تيبيا من فوق، بص لما تيبيا من فوق انا عندي ده اللاترال سيرفيس وده الميديال سيرفيس، ده اللاترال تيبيا بلاتو وده الميديال تيبيا بلاتو، ده الاثنين سيرفيس هم. طيب ما بينهم الحته دي كلها بيسموها الانتر كوندايلر اريا، كل دي من اول قدام لغايه ورا بيسموها الانتر كوندايلر اريا. الانتر كوندايلر اريا زي ما احنا شايفين في حته فيها في النص كده، الحته اللي في النص ده هي دي البروز اللي هي طالعه، البروز اللي طالع ده هو
البروز اللي طلع ده هو مكون من تو سباين، واحد ميديال واحد لاترال، لاترال تيبيال سباين وميديال تيبيال سباين. كل البروز اللي طلع ده الاثنين على بعض بيسموهم تيبيال امينس، بيسموهم تيبيال امينس. يبقى انا عندي دول كلها الحته دي اسمها انتر كوندايلر اريا، الحته دي بيسموها انتير انتر كوندايلر اريا، الحته دي بيسموها بوستير انتر كوندايلر اريا، والحته اللي في النص اللي هي البروز اللي طلع ده بيسموها تيبيال امينس. تيبيال امينس دي مكون من تو سباين، واحد ميديال واحد لاترال، ميديال تيبيال سباين، لاترال تيبيال سباين. الحته دي كلها اسمها انتر كوندايلر اريا. الانتر كوندايلر اريا دي اريا مهمه جدا، ان هي دي تمثل الاتاتشمنت بتاع الاي سي ال والبي سي ال، هنعرف ان هم ماسكين ازاي وبيهم ترتيب معين. كمان بيمثلوا الاتاتشمنت بتاع الروت بتاع المينسكاي، يعني المينسكاي احنا عارفين ان احنا عندنا بنتكلم عليهم شويه، في عندي ميديا مينسكس ولاترال مينسكس. ميديا مينسكس ولاترال مينسكس بيبقى ليهم روت بيمسكوا الروت دي تثبتهم على التيبي، الروت بتوعهم دول بيمسكوا في الانتر كوندايلر اريا بالترتيب اللي انا هتكلم عليه كمان شويه لما نتكلم على المينسكاي. دي في منطقه الانتر كوندايلر، انتر كوندايلر اريا. الانتر كوندايلر اريا زي ما احنا شايفين فيهم تو سباين في الام ار اي، واحد اهو واحد اهو، واحد ميديال واحد لاترال، واحد ميديال واحد ميديال ولاترال ايه سباين. طيب التيبيال بلاتو فراكشر، فراكشر ده مهم صراحه، يعني عشان ما بجد التقسيمات بتاعته، هو اشهر تقسيم اللي هو تشاتزجر كلاسيفيكيشن. تشاتزجر كلاسيفيكيشن هي يعني مهمه، وحتى مهمه في هم حتى بتوع العظم بيحبوها يعني. طيب هم بيقسموا التيبيال بلاتو فراكشر الى كام نوع؟ الى 6 تايبس، 6 تايب. طيب اول نوع خالص احنا بنتكلم على تيبيا بلاتو، يعني ده تيبيا بلاتو كسر. طيب تيبيا بلاتو فراكشر اول نوع منهم اللي هو تايب 1، ده اللي هو اسمه سبليت فراكشر افكتنج لاترال تيبيا بلاتو. يبقى انا هبدا باللاترال تيبيا بلاتو، ده اول حاجه هبدا باللاترال تيبيا بلاتو، ده اللي هو تايب 1. لاترال تيبيا بلاتو ماله اللي حصل له؟ حصل فيه سبليت فراكشر. انا عندي نوعين من الفراكشر بيحصلوا في تيبيا بلاتو، واحد اسمه سبليت فراكشر اللي هو شايفاه ده، اللي هو بيبقى عامل زي السبليت، يعني خط كده اسمه سبليت فراكشر خلاص. والنوع الثاني اللي هو بيسموه ديبريست فراكشر، اللي هو ده ان هو يكون في حته اتكسرت ونزلت لتحت، بيسموه ديبريست فراكشر. فانا عندي نوعين، في عندي سبليت فراكشر في عندي ديبريست فراكشر. اول حاجه خالص تايب 1، ابدا اول كلاسيفيكيشن او بدايه الكلاسيفيكيشن بتاع تشاتجر بيبدا باللاترال تيبيا بلاتو، ده اول حاجه لاترال تيبيا بلاتو. طيب اول حاجه اللي بيحصل لللاترال تيبيا بلاتو لما بيتكسر، شوف الكسر نوعه ايه. لو لقيته ان هو سبليت فراكشر كده زي ما احنا شايفين سبليت فراكشر، ده تايب 1، ده تايب 1 تشاتزجر. طيب تايب 2 عباره عن الاثنين، لاترال تيبيا بلاتو هو اللي افكتد، بس في اثنين من نوعين من الكسر، الديبريست فراكشر والسبليت فراكشر، الاثنين مع بعض الديبريست والسبليت، فده تايب 2. فتايب 2 لاترال تيبيا بلاتو هو المكسور، في نوعين من الكسر، في الديبريست فراكشر وفي السبليت فراكشر. طيب الديبريست فراكشر ده، عشان اقول ان في سيجنيفيكانت ديبريشن فعلا، عشان اقول ان في سيجنيفيكانت ديبريشن، انا هقيس المسافه ما بين الحته اللي حصل لها ديبريشن وبين الميديا سيرفس بتاع ميديا تيبيا بلاتو. انا هاخد خط كده خلاص وخط كده واقيس المسافه ما بينهم، لو لقيته زاد عن 5 مللي ده significant depression، فانا اقول ساعتها ان with significant depression خلاص. وبالتالي الديبريشن او depressed fracture امتى اقول ان دي significant؟ لما يزيد عن 5 مللي. طيب فانا في تايب 2 انا عندي lateral tibia plateau هو اللي affected بايه؟ بحاجتين، العيان عنده split fracture وعنده depressed fracture. طيب النوع الثالث بتاع التشاتزجر ان هو عنده بس اللاترال تيبيا بلاتو، في بس ديبريست فراكشر، يبقى اللاترال تيبيا بلاتو في ديبريست فراكشر، ده تايب 3. طيب النوع الرابع ايه اللي حصل؟ قال لك النوع الرابع اللي حصل ان هو الميديال تيبيا بلاتو هو اللي اتكسر مش اللاترال، زي ما احنا شايفين ده الميديال تيبيا بلاتو، سواء كان ديبريست او سبليت ايا شايف، فسواء كان ديبريست او سبليت، ما دام الميديال تيبيا بلاتو هو اللي افكتد يبقى انا بتكلم على تايب 4. فتايب 4 تشاتزجر، تايب 4 تشاتزجر ميديال تيبيا بلاتو اتكسر، سواء كان ديبريست او سواء كان سبليت فراكشر.
خلاص. طيب تايب 5، تايب 5 ده الاثنين مع بعض، الميديال واللاترال تيبيال بلاتو مكسورين ايا كان الموجود، ديبريست او سبليت ايا كان، المهم يكون الميديا مكسور واللاترال مكسور. فميديا واللاترال تيبيال بلاتو ده تايب 5. تايب 6 ايا كان الفراكشر اللي موجود في التيبيا بلاتو ايا كان، بس معاه فراكشر للبروكسيمال او بروكسيمال شافت بتاع التيبيا او الميتافيس بتاع التيبيا ايا كان. الكسر اللي موجود هنا معاه كسر في الميتافيس او البروكسيمال شافت بتاع التيبيا، ده بيسموه تايب 6 تشاتزجر كلاسيفيكيشن. ماشي، يبقى انا عندي التشاتزجر تايب 1 سبليت فراكشر لاترال تيبيا بلاتو، تايب 2 عباره عن ديبريست و سبليت فراكشر الاثنين افكتنج لاترال تيبيا بلاتو مع بعض، تايب 3 هو عباره عن ديبريست بس فراكشر لللاترال تيبيا بلاتو، تايب 4 ده او ده سواء كان السبليت او سواء كان ديبريست الاثنين بيسموهم تايب 4، المهم الافكتد الميديا تيبيا بلاتو، تايب 5 الاثنين افكتد ايا كان الفراكشر سواء كان سبليت او ديبريست، تايب 6 ايا كان الفراكشر اللي موجود في التيبيا بلاتو بس معاه الايه؟ معاه الفراكشر بتاع الميتافيسيس بتاع الايه؟ بتاع الشاف. طيب ده مثال على تايب 1 فراكشر، صح ولا لا؟ اول حاجه خلينا نشوف الصوره دي بغض النظر عن دي، شوف خلينا نفسر نشوف السي تي. السي تي ده ايه اللي مكسور؟ الميديا ولا اللاترال تيبيا بلاتو؟ لو احنا بس خلينا ان الاورجن بتاعنا ده الفيبرا اهي، هي دي هي دي. فعندي هنا ميديا تيبيا بلاتو ولا اللاترال تيبيا بلاتو مكسور؟ الفيبرا دايما لاتر، ده معروف، فده اللاترال تيبيا بلاتو صح المكسور. فاحنا بنتكلم دلوقتي يا اما تايب 1 يا اما تايب 2 يا اما تايب 3. خلاص؟ طيب هو النوع الفراكشر سبليت فراكشر ولا ديبريست فراكشر؟ سبليت فراكشر. وبالتالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبالتالي ده نوع ايه؟ يبقى احنا بنتكلم على تايب 1 تشيلز كلاسيفيكيشن اللي هو السبليت فراكشر اللي هو افكتنج الايه؟ افكتنج لاترال تيبيا بلاتو. طيب تايب 2 ده اي ميديا ولا لاترال تيبيا بلاتو اللي افكتد؟ لاترال، صح؟ لو احنا اعتبرنا الفيبرا، احنا بناخد الفيبرا بالنسبه لي هو ده الايه؟ المرجع بتاع اللي هي لاتر في الصوره دي يعني. طيب نوع الكسر هنا ديبريست فراكشر ولا سبليت فراكشر ولا الاثنين؟ الاثنين، صح؟ اول حاجه ديبريست فراكشر لان في حته هنا ديبريست اهي، وزي ما احنا قلنا بقيس المسافه بتاعت سيجنفيكانس بتاعت الديبريشن، مش بقيسها من اللاترال تيبيا بلاتو، لا بقيسها بالميدي، اخد خط لان ده الناحيه السليمه بتاعتي، باخد خط كده خلاص واخد حط في حته الديبريشن، لو زاد عن 5 مللي هنا زاد عن 5 مللي، لو زاد عن 5 مللي اقول ان ده ديبريست ايه؟ ديبريست فراكشر. تاني حاجه معاه سبليت فراكشر اهو، ده سبليت فراكشر. فطيب عشان اقول تايب 2، عشان اقول تايب 2 لازم يبقى اللاترال تيبيا بلاتو هو اللي افكتد، ولازم يبقى حاجتين، يبقى عنده ديبريست فراكشر وسبليت فراكشر الاثنين، ده تايب 2، تايب 2 تشيلسكر. طيب لان لو هو بس السبليت، لو هو السبليت يبقى تايب 1، طب لو هو بس الديبريست يبقى تايب 3 اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو ده. ده نوع من انواع الديبريست فراكشر، صح؟ طيب الديبريست فراكشر، الديبريست فراكشر ده افكتنج ده ترتيب البلاتو. والله يا جماعه يعني انا بحاول اتغاضى خلاص. معلش. طيب ده ديبريست فراكشر افكتنج ده ترتيب البلاتو، مش معاه سبريت فراكشر، يبقى انا بتكلم على الايه؟ تايب 3 بالظبط. يبقى انا عندي اللاترال تيبيا بلاتو افكشن بتاعه ثلاث حاجات، يا اما سبليت فراكشر بس خلاص، سبليت فراكشر بس ده تايب 1، يا اما ديبريست فراكشر بس يبقى ده تايب 3، يا اما الاثنين مع بعض وده يبقى تايب 2. احنا بنتكلم على ايه؟ ده اللاترال تيبيا بلاتو. طيب على فكره يا جماعه في السي تي از كروشال في التيبيا بلاتو فراكشر، مفيش ما ينفعش يبقى عيان عنده، معلش انت نايم معايا؟ نايم صح؟ مش مهم نايم طيب تنزلي طارق يعني؟ تنزليش طارق؟ لسه؟ هتنزلي تنزلي صح؟ قاعدين هنا زروك كده كده ما تقلقيش. طيب اسألي يا ولاد. عشان بس لما يجي حد في الطوارئ ماشي؟ والموضوع بتوع العظم بيجي كتير كده. يبقى عيان عنده تيبيا بلاتو فراكشر
مهم ان احنا نعمله سي تي. لو عملت اكس راي ولقيت ان في تيبيا بلاتو فراكشر، مهم ان احنا نعمله سي تي. لان انت ببساطه خالص، انت في الاكس راي انت مش هتعرف تحدد اذا كان ده نوعه ديبريست فراكشر ولا لا، ولا سبليت فراكشر ولا لا، ولا الاثنين مع بعض. فبالتالي مش هتعرف تحدد الكلاسيفيكيشن. وكل حاجه من الحاجات دي، كل تايب من تايب دي بيبقى ليه جراحه، فما ينفعش. ماشي. فانا بالنسبه لي ما ينفعش ان انا لو جيت عن او هم بتوع العظم ولاد لذين صحيح وبيضحكوا علينا كتير، بس في الحاجه دي هم عندهم حق. لو طلبوا سي تي في الحاجه دي يبقى عندهم حق. طيب بقى ايه ده نوع الكسر ايه؟ طيب نوع، انا عايز اعرف ان نوع الكسر ايه، وهو ميديال ولا لاترال تيبيا بلاتو. سبليت فراكشر وميديا تيبيا بلاتو. يبقى احنا دخلنا في تايب 4. تايب 4 ميديا تيبيا بلاتو ايا كان، يعني لما تكون ميديا، اول ما ميديا تيبيا بلاتو يتكسر ايا كان نوع الفراكشر، ايا كان سواء كان سبليت او ديبريست او الاثنين مع بعض، ده تايب 4. تايب 4 فراكشر خلاص. تايب 4 تشادسكر، ده اللي هو ما دام الميديا تيبيا بلاتو هو اللي اتكسر. طيب ده ايه؟ ده ايه اللي مكسور؟ ماشي. وايه كمان؟ ميديال بس. بصوا هنا بلاش، هو الاثنين مكسورين. خلينا نبص عليه في اللي في هنا. بصوا هنا، ده المفروض الانتر كوندايلر ايمنس اللي في النص، فده حته هنا مكسوره، وهنا كمان يعني ده في شفه هنا، دي مكسوره، دي الحته دي كمان دي كلها طايره. فانا عندي ميديال تيبيا بلاتو مكسور واللاتر تيبيا بلاتو مكسور، الاثنين هنا دوت مكسورين. لما الاثنين يكونوا مكسورين احنا بنتكلم في تايب 5. فتايب 5 تشاتزجر هو ان يكون ميديال ولا تيبيا بلاتو فراكشر. ما بيهمنيش بقى ساعتها ايه نوع الفراكشر، سواء كان ديبريست او سبليت، ما يهمنيش. المهم ميديال تيبيا بلاتو مكسور ولا تيبيا بلاتو مكسور، يبقى انا بتكلم على تايب 5 تشاتزجر. خلاص. ده مثال تاني على تايب 5 فراكشر، اللي هو ايه؟ ان يكون الاثنين ده واحد وده واحد. قلنا ما يهمنيش، انا ما يهمنيش بتاع ما دام الميديا واللاتر تيبي بلاتو مكسورين، يبقى انا ما يهمنيش ده ايا كان نوعه، فده تايب 5. بس يهمني حاجه واحده بس. ايه اللي يهمني؟ ان ابص على البروكسيمال شافت بتاع التيبي ما يكونش مكسور. ليه؟ لان لو كان مكسور يبقى انا نقلت لايه؟ تايب 6. خلاص. فالتايب 6 اللي هو جاي بعد كده هو اللي بيبقى فيه اللي هو زي ما احنا شايفين كده، اللي هو ده سيبك من ده، ده اربعه، اللي هو ده، ان يبقى فيه معاه ايا بص ايا كان الفراكشر ده، ايا كان الفراكشر موجود في تيبيا بلاتو. يعني بلاش سيكون اعتبر ان ده سليم، ده تعتبروه اي نوع من انواع الفراكشر. اي طيب ده كويس، يعني الحمد لله مش مكتوب فانتم مش هتغشوا حاجه. تايب 1 بالظبط، ده تايب 1 لان هو سبليت فراكشر وافكتنج لاترال تيبيا بلاتو، ده تايب 1. بس ايه اللي حصل؟ ايه اللي معاه؟ ان معاه ان الفراكشر بتاعنا افكتنج البروكسيمال شافت بتاع التيبي او الميتافيز بتاع التيبي لو بتكلم في الاطفال. في الحاله دي اتنقل من تايب 1 لتايب 6. ماشي؟ فخلي بالكم ايا كان الفراكشر اللي احنا قلناه من قبل فاتوا دوت، لازم نبص على البروكسيمال شافت بتاع التيبي. لان لو البروكسيمال شافت بتاع التيبي موجود مكسور، تحول الفراكشر من ايا كان التايب بتاعه الى تايب 6. ماشي؟ فهو تايب 6 هو عبارة عن ايا كان الفراكشر الموجود هنا مصاحب معاه شافت البروكسيمال شافت بتاع التيبيا ايه؟ مكسور. ده ايه؟ ده تشاتزجر كلاسيفيكيشن. طيب ده كان اول نوع من انواع الفراكشر في النيو، وده كان يعني انا عادة ما بتكلمش على الفراكشر في الجوينت يعني، بس النيو تشاتزجر كلاسيفيكيشن مهم صراحه، وبعدين يعني مش صعبه. طيب في نوع تاني مهم جدا برضو في النيو اللي هو الافولجن فراكشر او افولجن انجر. بصوا انا هقول النهارده، مش هقول ان دي كلها، يعني كل النقط دي هي عباره عن نقط لافولجن فراكشر. انا مش هجيب سيرتها حاليا لان احنا ان شاء الله المره الجايه هناخد الليجمنت اتاتشمنت. هو الافولجن انجري عباره عن ايه؟ هو عباره ان سواء كان مكان تندو او مكان ليجمنت كان ماسك في عظمه وحصل عليه ستريس، راح شال العظمه معاه، ده افولجن فراكشر، بيسموه افولجن فراكشر. فالافولجن فراكشر يعني اقول لكم بس عشان دي برضو حاجه غلط بسمعها كتير من الناس.
ان يبقى تلاقي عظمه طايره خلاص، العظمه دي مش ماسك فيها اي حاجه، ولا ليجمنت ولا تندون ولا اي حاجه خالص، ويقولوا عليها ان هو افولجن فراكشر. ده مش معنى، ده مش صح ماشي. فعشان اقول افولجن فراكشر يبقى انا لازم اعرف ان الحته دي ماسك فيها العضله الفلانيه، التندون بتاع العضله الفلانيه، او ماسك فيها الليجمنت الفلاني خلاص. وساعتها لما الاقيها طايره اقول اه ده افولجن فراكشر، ده افولجن فراكشر. افولجن فراكشر ان في ستريس، يعني العظمه دي اتشد عليها بتندون او بليجمنت فتشد فاتمزعت من مكانها، فهو ده الافولجن فراكشر. ان ما شاء الله، يعني ما شاء الله من كتر التندونز والليجمنتس اللي ماسكين فيها، فكل دول سايتس ليه اماكن الايه الافولجن فراكشر. بص انا مش هتكلم عنهم خالص، انا هجيب بس او اشهر مثال هو المثال بتاع التيبيال ايمننس افولجن فراكشر. التيبيال ايمننس افولجن فراكشر ده هو اللي بيمسك فيه الاس ال، الاس ال ده مشهور خالص ان هو بيتقطع كتير قوي خلاص. الاس ال اشهر حاجه ان هو ممكن ببساطه خالص ان هو بدل ما يتقطع يروح شادد الايه، يروح شادد العظمه اللي هو ماسك فيها ده، هي اللي هي التيبيال ايمننس دي، تلاقيها حصل لها افالجن. فده نوع من انواع. بصوا يا جماعه، انا المره الجايه انا هقول كل حاجه، يعني هقول الاس ال ماسك في الحته الفلانيه، فانا هقول هجيب سيره لما اتكلم عن الاس ال، لان الاس ال ممكن يقطع فوق في نفس الوقت ممكن يشد على العظمه الفلانيه يقطعها فيعمل افالجن انجري، احسن ما اقول لكم على اسامي. يعني مثلا يعني هنا اصل هنا اسامي كتيره وكل عضله ماسكه في حته معينه وكل بتاع، فهيبقى مش هيبقى مظبوط يعني. خليه كل حاجه مع حاجتها احسن يعني. خلاص انا بقول لكم بس ان ده النوع التاني من انواع الفراكشر اللي موجود في النيه، غير التشادجر او تيبيا بلاتو فراكشر. في نوع مشهور جدا من الايه، من النيه فراكشر اللي هو افالجن فراكشر. بالتالي انا مش عارف، لو جه سؤال ني فراكشر، فانت المفروض تقسموه الاثنين، يعني لو بتتكلم على تيبيا بلاتو فراكشر فاللي هو تبع تشاتزجر، والافالجن فراكشر ده حاجه تانية، انتيتي تانية وانتيتي مهمه صراحه. ده المثال اللي انا بقول عليه اللي هو ان تكون التيبيا الايمنس اللي احنا كنا بنتكلم عليها، احنا كنا كنت قبل ما يعني معلش هقولها هعيد الحته دي، ان ده قلنا ده ميديا تيبيا بلاتو، قلنا ان ده اللاترال تيبيا بلاتو، قلنا ان في النص ايمنس ارتفاع كده اسمه تيبيا الايمنس. تيبيا الامس ده الارتفاع ده مكون من تو سباين، واحد اسمه لاترال تيبيا سباين، واحد اسمه ميديا تيبيا سباين. اللاترال ميديا تيبيا سباين دولت بيبقى جزء من الانتر كوندايلر اريا، الحته اللي هي موجوده ما بين التو تيبيا بلاتو. الحته دي بيبقى ماسك فيها الاس ال، والحته دي لما بيحصل لها الاس ال ممكن يحصل له انجري، ممكن يشد عليها ويحصل نوع من انواع الافالجن بيسموه افالجن فراكشر نتيجه الاس ال تير. هو في نوع هنا تاني اسمعوا الاسم بس وخلاص، اللي هو سيكوند فراكشر اللي هو مكتوب ده، هو ان الحته دي بتاعه اللاترال اسبكت بتاع التيبيال كوندايل بيحصل لها نوع من انواع الافالجن فراكشر، والاثنين دول بيحصلوا مع بعض، الاس ال يحصل له افالجن وكمان او يتقطع، ومعاه الفراكشر اللي هو السيكوند فراكشر ده نوع من انواع الافالجن فراكشر نتيجه لماسكه اللاترال كولاترال ليجن. هنا بيبقى فيه لاترال كولاترال ليجن بيبقى ماسك هنا خلاص، اللاترال كولاترال ليجمنت لما بيشد على العظمه دي فبيحصل لها نوع من انواع الافالجن فراكشر بيسموه سيكوند فراكشر. سيكوند فراكشر ده من اهميته لدرجه ان الناس بتقول انك لو شفت سيكوند فراكشر ده تعرف على طول ان الاس ال ده مقطوع، ده بنسبه 100%. يعني انت لو شفت اس سيكوند فراكشر خلاص اعرف ان الاس ال ده مقطوع. ده نتيجه الميكانيزم بتاعته، ان دايما ان سيكوند فراكشر ما بيحصلش او بيحصل غالبا اول ما تلاقيه خلاص اعرف ان الاي سي ال ده مقطوع من غير حتى ما تبص عليه خلاص. هو ايه سببه؟ بس هو ايه سببه؟ هو ان اللاترال تيبيا اللاترال كولاترال ليج بيبقى ماسك في الحته دي فبيشد عليها ويقطعها ماشي. ده اهميه. بص الكلام ده هيجي يعني هقوله المره الجايه ان شاء الله لما اجي اتكلم على اللاتر كولاتر ليجمنت. هو يعني اللاتر كولاتر ليجمنت كذا كومبليت، يعني كذا كومبون. فانا لما اتكلم على الكومبوننت بتاعته هتكلم هتيجي سيت سيكوند فراكشر، بس اديني قلت بس مثال واحد يعني بسيط على الافالجن فراكشر عشان ما اخليكم تفتكروا بس ان الني فراكشر مش بس اللي هو التشاتزجر وكده معاها افالجن ايه؟ معاها افالجن فراكشر. المحاضره الاساسيه النهارده هي المنسكاي، سيبكم بقى من اللي فات ده، المنسكاي دي هي اساس المحاضره بتاعتي النهارده يعني ان شاء الله. طيب المنسكاي انا عندي نوعين من المنسكاي، في عندي لاترال منسكس وعندي ميديال منسكس. ده اللاترال منسكس خلاص، وده الميديال منسكس. المنسكاي دولت بيبقوا عباره عن كارتليج
اجزاء او فايبر كارتليج ستراكشرز بيبقوا عاملين كده، بيبقوا راكبين على التيبيا، تيبيا بلاتو من فوق. فايدتهم ايه؟ زي ما اتكلمنا عن الشولدر وقلنا الليبرم بتاع الشولدر، زي ما كلمنا لما اتكلمناش على الهيب برضو نفس الكلام. هو حاجه بيعمل ايه؟ فايدته ان هو يديبن السيرفس بتاع التيبي، يعمق السيرفس بتاع التيبي، بحيث ان الفيمر لما تيجي تارتكليت مع التيبيا تلاقي فيه حفره تخش فيه عشان يزود الاستابيليتي بتاعه الجون. لان زي ما احنا عارفين ان التيبيا عامله كده، سطح التيبيا كده وسطح الفيمر كده، فسهل خالص لو ما لو لو ده مش راكب في ده كويس، مش ده راكب في ده كويس، فسهل خالص يحصل ديسلوكيشن. فربنا يعمل ايه؟ ربنا يحط على السطح بتاع التيبيا ده حاجه كده، حواف زي دايره كده، بحيث ان يبقى لحد ما يعمق سطح دي بين السيرفس بتاع التيبيا، وبالتالي السطح بتاع الفيمر يخش جوه حفر. عشان كده بيقولوا ان اكتر شول او اكتر جوينت ستيبل في الجوينت في الجسم هو الهيب جوينت. ليه؟ الهيد بتاعت الفيمر صغير والاستابيلم كبير، فالهيد بتاعت الفيمر صغير والاستابيلم كبير، فدي داخله في دي. فلما الدخول الجامد ده، الدخول الجامد ده بيدي استابيليتي جامده جدا للجوينت. على عكس بقى حاجات تانية، كل ما كان السطح ده فلات كل ما الشولدر ده بقى اقل استابيليتي، بس في نفس الوقت يدي وايد رينج اوف موبيليتي. يعني ده بيجي على حساب ده دايما معروف ان الاستابيليتي تيجي على حساب الموبيليتي. يعني ايه؟ يعني مثلا هدي مثال، انا قلت ان الهيب جوينت ده اكتر جوينت ستيبل في الجسم، صح؟ بس في نفس الوقت ده اقل جوينت موبايل، يعني انا ما بقدرش اعمل حركات في الهيب جوينت زي ما بعملها مثلا في الشولدر جوينت، على حين يعني ده ستيبل بس موبيليتي بتاعته قليله، ده موبيليتي بتاعته واسعه خالص بس الاستابيليتي بتاعته قليله خالص. ده اكتر جوينت يحصل له ديسلوكيشن الشولدر. ليه؟ لان ده الموبيليتي دايما يا اما تيجي موبيليتي يا اما تيجي استابيليتي، حاجه من الاثنين. المهم، فالمينسكاي دولت بيبقوا موجودين على حواف التيبيا كده عشان يحاولوا ان هم يعمقوا سطح التيبيا، بحيث ان لما الفيمر تيجي تركب في سطح يكون كونكافيتي كده، بحيث ان هو ايه يدي مور ستابيليتي للايه للني جوينت. طيب المينسكاي دولت انا عندي ميديان منسكس ولاترال منسكس، ونلاحظ من الرسمه هنا دايما ان الميديان منسكس بيسموه كانه اوبن سي شيب شويه، بينما لاترال منسكس تحس ان هو مقفوله شويه، يعني السي شيب بتاعته دي بتبقى مقفوله شويه، بينما الميديان منسكس السي شيب بتاعته بتكون مفتوحه شويه. تاني حاجه ملاحظه لما نعرفها بس الاول، ان ايا كان سواء كان ميديال منسكس او لاترال منسكس، مكون من انتيرو هول، مكون من بادي، ومكون من بوستيرو هول. يبقى انا عندي الميديال منسكس او لاترال منسكس مكون من انتيرو هول، مكون من بادي، ومكون من بوستيرو هول. طيب ده نفس الكلام، انتيرو هول وبادي وبوستيرو هول. طيب ايه الفرق التاني او الفرق التاني ما بين ميديال منسكس ولاترال منسكس؟ يقول لك ان الميديال منسكس ان الانتيرو هورن بتاعه بيكون اصغر بكتير من البوستيرو هورن، بينما اللاترال منسكس بيبقى الانتيرو هورن قد البوستيرو هورن. يعني انا لو جيت يعني هنشوفها في الصور كمان شويه، ان الانتيرو هورن كحجما بالنسبه للبوستيرو هورن بتاع الميديال منسكس اصغر، يعني انتيرو هورن بيكون اصغر من البوستيرو هورن، وبينما في اللاتر منسكس الانتيرو هورن والبوستيرو هورن الاثنين متساويين مع بعض. في ناس بتقول ان احنا بنعرف بالطريقه دي احنا في ميديال ولا لاتر، يعني لو انا خدت مقطع ساجيتال اعرف اذا كنت انا ميديال او لاتر ازاي؟ لما اشوف المنسكس، لو شفت الانتيرو هورن قد البوستيرو هورن يبقى انا بتكلم على ان ده غالبا لاتر، لو انا لقيت ان الانتيرو هورن اصغر بكتير من البوستيرو هورن يبقى انا بتكلم على ميديال ايه؟ ميديال منسكس. طيب فاضل كمان كومبوننت، وكومبوننت ده مهم جدا للمينسكاي اللي هو اسمه الروت بتاع المينسكاي. كل من الميديان منسكس واللاترال منسكس، كل من سواء كان ميديان منسكس او سواء كان اللاترال منسكس، الاثنين دول بيكونوا اتاتش في النص في الانتر كوندايلال اريا دي بروت. ده روت وده روت، ده روت وده روت. الانتيرير هورن بتاع الميديا منسكس يجي يمسك بروت اتاتشمنت في الانتر كوندايلر اريا،
البوستيرور هورن بتاع الميديال ميسكس يجي يمسك بروت في البوستيرور بارت بتاع الانتركوندايلر اريا. الانتيرو هورن بتاع اللاترال ميسكس يجي يمسك بروت اتاتشمنت في الانتيرو بارت بتاع الانتركوندايلر اريا. والبوستيرو هورن بتاعنا بتاع اللاترال ميسكس برضه بيجي يمسك في الكلود. فكل من ده وده سواء كان انتيرو هورن او بوستيرو هورن ليهم بروت اتاتشمنت. خلاص الروت اتاتشمنت ده فايدته ايه؟ فايدته ان المنسكس يبقى افضل ثابت موجود في فوق التيبيا، ما يتحركش، يمسك بروت كده يمسك في التيبيا بحيث ان المنسكس ده ما يتحركش من هنا او ما يتحركش من هنا. ده اسمهم الروت اتاتشمنت. اتفضل حاجه واحده بس هتكلم عليها، هو السطح الداخلي بتاع المينسكاي. السطح الداخلي ده بيسموه الفري ايدج. فري ايدج يبقى انا عندي المينسكس ميديال منسكس ولاترال منسكس. سواء كان ميديال منسكس او لاترال منسكس مكون من انتيرو هور، مكون من بادي، مكون من بوستيرو هور. الانتيرو هور والبوستيرو هور ماسكين في الانتر كوندايلر اريا بروت اتاتشمنت. السطح الداخلي بتاعهم من جوه اسمه فري ايدج، والسطح الخارجي ده مش مشكله اسمه منسكو كابسولار سيرفيس. هو السطح اللي هو بيسموه اللي بيبقى ماسك الكبسول من بره، منسكو كابسولار سيرفيس. يبقى انا عندي ميديال هور، ميديال منسكس، لاترال منسكس. ميديال ميسكس ولاتر ميسكس مكون من انتيرو هورن بادي وبوستيرو هورن. انتيرو هورن وبوستيرو هورن ماسكين في انتر كوندايلر اريا بروت اتاتشمنت. السطح الداخلي بتاع الميسك اسمه فري ايدج، والسطح الخارجي بتاعه اسمه منسكو كابسولار سيرفيس. منسكو كابسولار سيرفيس. خلاص حد عنده حاجه في الحته دي؟ عندك حاجه في اكيد. طيب بص يا جماعه، عشان انا كنت لسه كنت قلت برضو اللي هو قبل ما انت تيجوا الانتر كوندايلر اريا دي اريا مهمه جدا، وفيها ترتيب للاتاتشمنت اللي احنا قلنا عليهم من شويه، كمان شويه يعني من شويه اللي احنا قلناهم شويه، الاستراكشر اللي احنا قلناهم شويه ماسكين بترتيب معين في الانتر كوندايلر اريا. الترتيب معين ده مهم ان احنا نعرفه، او مهم ان احنا نعرفه. طيب اول حاجه خلينا نتكلم، انا بتكلم عن الحته دي كلها من اول هنا لغايه هنا اسمها الانتر كوندايلر اريا. الانتر كوندايلر اريا انا اتكلمتها ان انا قسمتها الى منطقتين، منطقه قدامانيه بيسموها انتيريو انتر كوندايلر اريا، ومنطقه ورانيه اسمها بوستيريو انتر كوندايلر اريا، وبعد كده في بروز في النص. البروز في النص ده اسمه تيبيال امينس. تيبيال امينس اللي هو البروز اللي في النص ده مكون من تو سباين، واحد سباين ميديال بيسموه ميديال تيبيال سباين، وواحد سباين لاترال بيسموه لاترال تيبيال سباين. طيب واحده واحده، لو انا جاي من قدام لورا، لو انا جاي من قدام لورا، اول حاجه اول حاجه ماسكه في الانتيرو انتركوندايلر اريا، في الانتيرو انتركوندايلر اريا، هي روت اتاتشمنت بتاع الانتيرو هورن بتاع ميديال ميسكس. خلاص ودي لوحدها خالص، يعني دي ما بقاش في حاجه بتيجي عليها. الانتيرو هورن الروت اتاتشمنت بتاع الانتيرو هورن بتاع ميديال ميسكس بيبقى ماسك في الانتيرو انتركوندايلر اريا اللي هي الحته ده، هي شايفين الحته دي قدام خالص، قدامانيه خالص، هو ده الانتيرو هورن بتاع ميديال ميسكس، وده الروت اتاتشمنت بتاعه بيبقى ماسك في الانتيرو بارت بتاع، في الانتيرو بارت موست انتيرو بارت بتاع الانتر كوندايلر اير. طيب بعد كده يجي ايه؟ قال لك يجي بعد كده ده ايه؟ ده عندي حاجه اسمها الاي سي ال. الاي سي ال الاي سي ال اتاتشمنت. بصوا يا جماعه، عشان هم سموا اي سي ال انتيرو كروشيت وبوستيرو كروشيت على اساس ايه؟ في التيبيا بالظبط. الله ينور عليك. الاتاتشمنت بتاع التيبيا بتاعي انا بسميه اي سي ال وبوستيرو وبي سي ال. الانتيرو كروشيت هو ماسك قدام، البوستيرو كروشيت هو ماسك ورا في التيبي، ماليش دعوه بالفيمر. انتيرو كروشيت سميته انتيرو ليه؟ لان هو ماسك قدام في التيبي، البوستيرو كروشيت ماسك ورا في التيبي. طيب الاي سي ال بيبقى ماسك فين؟ قال لك والله ببساطه خالص، ده ايه يا عم؟ ده الميديال تيبيال سباين. احنا قلنا ان ده دي كلها اسمها تيبيال امينز، مكون من تو سباين، واحد اسمه ميديال تيبيال سباين، واحد اسمه لاترال تيبيال سباين. ميديال تيبيال سباين ولاترال تيبيال سباين. الاي سي ال قال لك الاي سي ال يجي قدام الميديا تيبيال سباين كده، ويبقى شويه لاترال ويمسك فيه. فهو اول ما تلاقي ان الميديا تيبيال سباين كده قدامه وشويه لاترال وبيمسك في الحته دي، بيسموه الانتيريور ايه؟ اي سي ال. ده بيسموه فود بليت بتاع الاي سي ال، ماسك قدام الميديا تيبيال سباين، ماسك قدام الميديا تيبيال سباين. طيب بس ده انا مش مهم، يعني انا حاليا في المحاضره بتاعتي مش مهم، بس ايه المهم؟ المهم ان الانتيريور كروشيت ليجمنت، الانتيريور كروشيت ليجمنت اتاتشمنت بتاعه لاترالي مباشره، لاترالي مباشره بيبقى ماسك فيه الروت بتاع الانتيريور هور بتاع اللاترال ميسكس.
وده مهم جدا. شايفين يا جماعه ده الروت بتاع الانتيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس مباشره لازق في لاترال اتاتشمنت بتاع الاي سي ال، لاترال اتاتشمنت بتاع الاي سي ال. وده بيفسر لنا حاجات كتير قوي. لما بنلاقي احنا تير في الاي سي ال، لما بنلاقي احنا تير في الاي سي ال، بصوا دايما كده، بصوا على الاتاتشمنت او بصوا على الانتيرو او الروت بتاع الانتيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس، لازم تلاقوا في سيجنال، بس ما تعتبروش ان هو في مشكله. ماشي، هو نتيجه لقربه من البتاع غالبا بيحصل زي نوع من السبرين او الايديم دي، ما تعتبروش ان في مشكله، بس نتيجه لقربه جدا العلاقه ما بين الانتيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس والانتيرو كروشيت قربهم جدا قريبين من بعض خالص. ف اول ما تلاقي ان في اي سي ال مشكله دور دايما على الروت اتاتشمنت بتاع الانتيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس، لانه الاثنين زي ما احنا شايفين هنا ده الانتيرو هورن ده الانتيرو كروشيت ليجمنت، ومباشره لاترال لي الروت اتاتشمنت بتاع الايه بتاع اللاترال منيسكس. طيب بعد كده ده احنا قلنا ان ده الميديال تيبيال سباين. الميديال تيبيال سباين من جواه جاي بيمسك من يعني من الناحيه اللاترال جايه من الناحيه اللاترال بتاعته، جاي بيمسك الايه؟ جاي بيمسك البوستيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس، البوستيرو هورن بتاع الروت اتاتش بتاع البوستيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس. يعني اهو ادي اهو ده الميديال تيبيال سباين جاي بيمسك هنا ايه؟ قال لك ده اللي هو ايه؟ قال ان ده الروت اتاتشمنت بتاع البوستيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس. ده في امتى؟ ده في اخر حته في الميديال تيبيال سباين من الناحيه اللاترال شويه، من الناحيه اللاترال شويه. طيب وبعد كده؟ بعد كده يجي يمسك ده، ايه هو ده؟ اللي هو ده عباره عن الروت اتاتشمنت بتاع البوستيرو هورن بتاع الميديال منيسكس، الروت اتاتشمنت بتاع البوستيرو هورن بتاع الميديال منيسكس بيجي يمسك هنا. طيب واخر حاجه، اخر حاجه خالص في الانتر كوندايل اريا هي البوستيرو كروشيت ليجمنت. البوستيرو كروشيت ليجمنت ده عامل زي الروت اتاتشمنت بتاع الايه؟ بتاع الميديال منيسكس، ده ماسك قدام خالص لوحده، وده نفس كان البوستيرو كروشيت ده ماسك حته ورا كده خالص في اخر حته. طيب الحته اللي بتلخبط ايه؟ الحته اللي بتلخبط الاي سي ال، الاي سي ال دايما بيبقى جنبه من ناحيه اللاترال الروت اتاتشمنت بتاع الانتيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس. طيب اللاترال منيسكس البوستيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس والبوستيرو هورن بتاع الميديال منيسكس، قال لك ان ده بيبقى قدام ده الانتيرو هورن بتاع الروت اتاتشمنت بتاع الانتيرو بتاع البوستيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس بيبقى قدام الروت اتاتشمنت بتاع البوستيرو هورن بتاع الميديال منيسكس، والاثنين ليهم علاقه كويسه قوي باخر ميديال تيبيال ايه؟ باخر ميديال تيبيال سباين. طيب يا جماعه هو الكلام ده مهم والله، مهم مش عشان حاجه، عشان بالنسبه بالذات هي هناخد كمان شويه حاجه اسمها روت تير. روت تير ان الروت ده بيتقطع خلاص، انت كل اللي هتشوفه ان الروت ده مش موجود، فانت لو انت مش عارف مكانه فين او ماسك فين انت مش هتعرف تحدد اذا كان ده مقطوع ولا مش مقطوع. يعني انت ممكن تقول ايه اللي بيحصل؟ ان الحته دي بتتقطع خلاص، فانت بتمشي مع المنسكس كويس 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 لحد ما بتيجي هنا، بعد كده ما بتلاقيش منسكس بعد كده، فانت ما بتبقاش عارف هل هو المنسكس خلص عن كده ولا هو الروت مقطوع وده الحته دي مش موجوده. فانت لازم تعرف هو فين حدوده او اخره فين او فين علاماته عشان خاطر تقدر تقول لا ده والله ده مش موجود، او ان ده مقطوع، او ان ده لا ده المنسكس خلاص كده خلص وما بقاش فيه منسكس بعديه. طيب في هنا تو ستراكشرز مش مهمين قوي، يعني واحد هنا بيوصل الانتيرو هورن بتاع اللاترال بتاع الميديا منسكس بالانتيرو هورن بتاع اللاترال منسكس، ده بده الانتيرو هورن بتاع ده بالانتيرو هورن بتاع ده، بيسموه ترانزفيرس منسكال ليجمنت، بيسموه ترانزفيرس منسكال ليجمنت. ترانزفيرس منسكال ليجمنت ده بيوصل الانتيرو هورن بتاع الميديا منسكس بالانتيرو هورن بتاع اللاترال منسكس. ازيك يا الحمد لله، ازيك يا حسن. طيب وهنا قالوا في هنا ده انا متهيألي الناس كلها عارفه، ده هو ده اللي هو المنيسكو فيمورال ليجمنت اللي هم اتنين رانفري وهارتبرج حاجه كده، مش مهم يعني مش مهمين خالص. دوت بيبقوا ماسكين البوستيرو هورن بتاع اللاترال منيسكس وبيبقوا حوطين الاي بي سي ال، مش مشكله يعني مش مشكله خالص، اسمهم منيسكو فيمورال ليجمنت وده اسمه ترانزفيرس منيسكال ليجمنت برده مش مهم. طيب تعال نشوف بقى ازاي بيبانوا او ازاي بتشوف صور ام ار اي عشان خاطر نحدد اذا كان لما نيجي نتكلم على الباثولوجي لازم نعرف الاناتومي ايه هو، بعد كده نبدا نحدد اذا كان في مشكله ولا لا. طيب انا هبدا اقطع من ميديا للاترال،
خلاص انا دلوقتي باخد ساجيتال ايمجز في الني، هاخد ساجيتال ايمجز في الني، هاخد ساجيتال اقطع، ابدا اقطع من ميديال كده 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 لحد ما اوصل لغايه ايه لاتر، اوصل من اول هنا لغايه هنا. طيب انا اول قطع ليا او اول صوره هقطع فيها هو كده، الصوره اللي هقطع كده المفروض ان انا لما اجي اقطع من اول هنا المفروض اعمل ايه؟ اول ما اقطع من هنا هقطع في المنسكس خلاص، وبعد كده هكمل في المنسكس في المنسكس في المنسكس في المنسكس لحد الاخر. فالقطعه بتاعتي في الاولانيه دي اول قطعه خالص في الاولانيه دي انا بقطع في المنسكس من اوله لحد اخر، يعني مفيش حتت بتبقى ما فيهاش فيها منسكس، من اول ما بقطع لغايه الاخر في منسكس. يعني كده اديني قاطع من هنا، ده منسكس، ده منسكل تيشو، وهنا منسكل تيشو، وهنا منسكل تيشو. المنظر ده مشهور قوي بيسموه بو تاي ابيرنس، اللي هو زي الجرافات ماشي، ان بيبقى او فلونكا، يعني ان هو ده البو تاي ابيرنس بتاعي. القطعه دي، القطعه ده هي دي اكتر حته لاترال او اكتر حته ميديال، لو انا بادئ من ميديال قاطع من هنا قطعت في المنسكس، قاطع في هنا قاطع في المنسكس، قاطع في هنا في قاطع في المنسكس. المنظر ده اللي هو بيسموه البو تاي ده غالبا انا قاطع فين في المنظر ده؟ انا قاطع غالبا في البادي بتاع الميديال منسكس، غالبا في اغلب هي الحته ده البادي بتاع الميديال منسكس، البادي بتاع الميديال ايه؟ الميديال منسكس. المفروض ان انا اشوف الصوره دي، المفروض ان انا اشوف الصوره دي في ثلاث مقاطع متتاليين، في ثلاث مقاطع متتاليين ولا اقل من كده ولا ازيد من كده. يعني انا ايه؟ انا اول مقطع هقطع كده خلاص، وبعد كده هقطع كده، هيبين لي نفس المنظر برضو اللي هو المنسكال تيشو مكتمل، يعني من اول ما بقطع من اول الصوره لحد الاخر المنسكال تيشو اللي هو بو تاي ابيرنس. وبعد كده اقطع برضو نفس الكلام هنا، هيديني نفس المنظر ده في ثلاث صور متتاليه، ده المفروض. طيب وبعد كده قال لك بعد كده انت هتيجي تقطع هنا، ايه اللي هيحصل؟ انت لما بتيجي تقطع هنا بتقطع في المنسكال تيشو صح الكلام، وبعد كده تيجي هنا مش تقطع في المنسكال تيشو، هتلاقي في فراغ، وبعد كده تيجي تقطع هنا ترجع تاني في المنسكال تيشو، فتيجي يديك المنظر ده. انا اول ما قطعت قطعت في المنسكال تيشو، وبعد كده ايه اللي حصل؟ فين المنسكال تيشو هنا؟ ما بقاش في المنسكال تيشو، ليه؟ لان انا قاطع في الحته دي خلاص. وبعد كده ايه اللي حصل؟ رحت قاطع في المنسكال تيشو اللي هو الورام. يبقى انا اول ما قطعت هنا قطعت فين؟ في الانتيرو هورن اللي هو الحته دي، وبعد كده هنا ما بقاش فيه، وبعد كده هنا ايه بقى ده؟ انا قطعت فين؟ في البوسيرو، ايه في البوسيرو هورن خلاص. وبالتالي المقطع ده، المقطع ده انا اول ما بشوفه انا عارف ان انا بقطع في البادي في السجد، انا بقطع في البادي ليه؟ لان مكمل البادي هو اللي مكمل في السجد من اول هنا لغايه هنا، كله منسكال تيشو، فانا ده بقطع في البادي. طيب اول ما الاقي ان بقى في مسافه ما بين الاثنين اعرف ان انا دخلت في الايه؟ في الهورن، انتيرو هورن وبوسيرو هورن، ادي ده انا قطعت هنا ده الانتيرو هورن، بعد كده بقى في مسافه اللي هي المسافه ده اهي، وبعد كده جيت قطعت هنا اللي هو البوسيرو ايه؟ البوسيرو هورن. طيب هفضل اقطع كده لحد ما اجي في منطقه الانتر كوندايلر اريا. منطقه الانتر كوندايلر اريا فيها بروز طالع كده، بروز المشهور والشكل المشهور ده اسمه ده بدايه الميديال تيبيال سباين، ميديال تيبيال سباين هو ده البروز اللي طالع ده، الميديال تيبيال سباين اللي هو ده الميديال تيبيال سباين. هلاقي ان في واحد كده متفرد قدام، المتفرد قدام لوحده خالص ده هو ده اول حته في الانتيريور انتر كوندايلر اريا اللي هو الروت اتاتشمنت بتاع الايه؟ الميديال منسكس بالظبط، انتيريور هورن بتاع الميديال منسكس بالظبط، هو ده لوحده. طيب وبعدين هلاقي ان ده الميديال تيبيال سباين، الميديال تيبيال سباين ده يا جماعه وراه مباشره بيجي الروت اتاتشمنت بتاع البوستيريور هورن بتاع الميديال منسكس اللي هو ده. يعني انا ده وراه الايه؟ البوستيريور هورن بتاع الروت اتاتش بتاع البوستيريور هورن بتاع ميديال منسكس وراه مباشره. امال ده فين؟ قال لك ده ماسك من في بطنه من جواه. يعني المفروض ان انا لو جيت الصوره اللي بعديه اهو، هو ده جاي يمسك في بطن ده من جوه خلاص. وبالتالي ده اللي هو ايه بقى؟ ده اللي هو عباره عن الروت اتاتشمنت بتاع البوستيريور هورن بتاع اللاترال منسكس. فده اللي هو ده، شايفين ده؟ ده جاي ماشي كده 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 جاي يمسك في بطن الميديال ايه؟ تيبيال سباين اللي هو جاي هنا، جاي يمسك جوه من بطنه من جواه خلاص. فهو في الصوره دي مش هيبان لي، اول ما اشوف اول ما امشي صوره كمان لاترال هلاقيه باين كده، هو جاي يمسك ايه؟ جاي يمسك هنا خلاص. طيب وبالتالي ميديال تيبيال سباين انا اول ما بشوفه بعرف ان وراه على طول ده الروت اتاتشمنت بتاع الايه؟ بتاع البوستيريور هورن بتاع الميديال منسكس. وده مهم
لان ان انا المفروض ان انا اشوف الروت بتاع الميديا، يعني انا المفروض اشوف البوستير هورن بتاع الميديا المسكس لحد ما يوصل لغايه المنطقه دي، لان ده كتير قوي ما بيبقاش واصل لحد هنا وبيمس قوي، ويبقى ده روت تير ده اكيد، واحنا بنمس لان احنا مش عارفين ان هو المفروض يوصل لغايه الحته دي خلاص. فهو المفروض يوصل لغايه الايه الميديا تيبيا الايه ميديا تيبيا الاسبان، هو ماسك وراه. طيب واخر حاجه اللي هو بيبقى ورا ده، اللي هو اخر حاجه ورا ده اللي هو معروف اللي هو الايه البي سي ال. طيب لو انا شلت ده، لو انا شلت ده على طول هلاقي ان الصوره دي اختفت، هلاقي ان ده اللي هو عباره عن الايه الروت اتاتشمنت بتاع البوستيرور هون بتاع المنسكس جاي يمسك فين؟ في بطن ده من جوه خلاص. ويبقى ده قدامه مباشره الايه بيبقى قدامه مباشره الاي سي ال زي ما احنا شايفين، هو ده جاي كده جاي يمسك وهو قدامه الايه قدامه الاي سي ال، فده يبقى الاي سي ال وده الروت اتاتش بتاع الايه بتاع البوستيرور بتاع اللاترال منسكس. طيب الصوره اللي بعد كده، الصوره اللي بعد كده بصوا يا جماعه، ده ايه؟ ده الروت اتاتش بتاع الانتير هورن بتاع ميديا منسكس. طب وده ايه؟ ده الترانزفيرس منسكس ليه؟ ده انا جيت قطعت كده صح، وبعد كده جيت قطعت في ده اللي هو اسمه الترانزفيرس منسكس ليجمنت اللي هو الصغير ده، بس مش مشكله مش مهم يعني. المهم ده يعني بيبقى ورا الروت اتاتش بتاع الايه بتاع الانتير هورن بتاع ميديا منسكس اللي هو ده، بس مش مشكله. طيب فده الاي سي ال خلاص، ده الاي سي ال بتاعنا. طيب الصوره المباشره اللاتر مباشره للاي سي ال هيجي لي ده ايه بقى؟ ده الروت اتاتش بتاع الانتير هورن بتاع اللاتر المنسكس، متخيلين اللي هو ده؟ انا جيت قطعت كده فبين الاي سي ال، لما جيت قطعت بعد كده في الصوره اللي بعديه قطعت في ده اللي هو هنا، ده اللي هو عباره عن الانتير هورن الروت اتاتش بتاع الانتير هورن بتاع الايه بتاع اللاتر المنسكس. متخيلين ولا مش متخيلين؟ ها يا جماعه انا ما عنديش مشكله ان انا اعيد عادي كده. طيب بص عشان ده مهم، ان دايما ان العلاقه ان بعد الصوره يعني ده الاي سي ال مداري على الروت اتاتش بتاع ده، لان هو جاي برضو يمسك في بطن ده، يعني الروت اتاتشمنت بتاع الانتير كروشيت ماسك في بطن الاي سي ال، وكمان الروت اتاتش بتاع البوستيرو هورن بتاع اللاتر المنسكس ماسك في بطن الايه؟ ماسك في بطن الميديال تيبيال سباين، وكان الميديال تيبيال سباين مداريه على الروت اتاتش بتاع ده، والانتير كروشيت من ليجمنت مداري على الايه؟ الروت اتاتش بتاع اللاترال انتير هورن بتاع اللاترال منسكس. وزي ما قلنا ان العلاقه ما بين الاثنين دول علاقه يعني قريبين جدا مع بعض، بحيث ان لو في حجر تبقى في دي غالبا بيبقى معاه الروت اتاتش بتاع الانتير هورن بتاع اللاترال منسكس برضه بيبقى فيه. ده يا جماعه اللاترال تيبيال سباين مش مشكله. بعد كده بقى هيبدا خلاص ده يبدا يكون الايه البوستيرو هورن بتاع اللاترال منسكس الناحيه الثانيه بقى، وخلاص وهنبدا نمشي تاني، هيبدا اقطع في انتيرو وبعد كده بوستيرو وبعد كده اقطع في بادي، هيديني المنظر بتاع اللي هو المنظر اللي هو ده اللي هو تاني بس من الناحيه بقى ايه من الناحيه الثانيه، اكني قاطع في البادي بتاع الايه بتاع اللاترال منسكس مش الميديال ايه مش الميديال منسكس. طيب ده الصوره كرونال، صوره الكرونال هنا بتفرد لي الانتيرو هورن بالروت بتاعه، وده او الهورن بالروت بتاعه، يعني السجتال يفرد لي البادي، يعني السجتال الاقي ان البادي المفروض يديني بوتاي ابيرنس، الكورونال يفرد لي الهورن سواء كان انتيرير او بوستيرير بالروت اتاتشمنت بتاعه. فلو انا قاطع كورونال اول حاجه هقطع فيها هو ايه الانتيرير هورن بتاع الميديا منسكس اهو اللي هو ده، هلاقي ان الانتيرير هورن بتاع الميديا منسكس اهو ده الانتيرير هورن ده الروت اتاتشمنت بتاعه خلاص. طب وهنا مفيش حاجه ليه؟ لان هنا لسه الانتيرير هورن انا جيت قطعت كده صح؟ ما قطعت كده الانتيرير هورن بتاع اللاتر منسكس لسه ورا، فهيبان لي في الصوره اللي ورانيه اهو، في الصوره الورانيه دي الانتيرو هورن بتاع اللاترال منسكس باين انتيرو هورن والروت اتاتشمنت بتاعه، ده ميست الكورونال ان هو بيفرز الهورن بالروت اتاتشمنت فانت لو عايز تشوف الهورن بالروت اتاتشمنت بتاعه بص عليه في الكورونال، لو عايز تشوف البادي كله مفروض بص عليه في ايه في السجن. طيب انا وانا قاطع هنا في الانتيرو هورن بروت اتاتشمنت بتاع اللاترال منسكس انا كنت قاطع فين؟ كنت قاطع في البادي بتاع الايه بتاع الميديال منسكس، يعني انا جيت قطعت هنا قطعت في الانتيرو هورن ما قطعتش فين في حاجه في اللاترال منسكس، فما بقاليش اي حاجه هنا. طب لما جيت قطعت هنا في الانتيرو هورن والروت اتاتشمنت بتاع اللاترال منسكس، جيت قطعت هنا قطعت فين في البادي بتاع الايه بتاع الميديال منسكس، والبادي في الكورونال بيبان تراينجل، يعني بيبان كانه مثلث على زي ما قلنا السجتال يفرد البادي بينما الكرونال يفرد الهورن بتاع الايه بتاع المنسكس خلاص. طيب
ونفس الكلام هفضل اوصل على حد مقطع فين، في اخر حاجه في البوسير هورن بتاع اللاتر منسكس والبوسير هورن بتاع ميديا منسكس بالايه بالروت اتاتشمنت بتاعه، فردهم لي اهو خلاص. طيب ده كاناتومي بتاع المينيسكاي. هنبدا بقى نشوف الباثولوجي بتاع المينيسكاي. اول حاجه اللي هو الديسكويد منسكس. الديسكويد منسكس ده، الديسكويد منسكس ده المشكله فين؟ قال لك ابسط حاجه يعني في الديسكويد منسكس ده ان الشكل بتاع المينيسكس بدل ما كان سي شيب بقى عامل زي الديسك. خلاص يعني زي الديسك، زي الديسك ما بين الفرتبراي وما بعضها. هو المفروض ان هو كان يعني سي شيب كده وسي شيب كده. طيب وده لي، وده دي كان ليه وظيفه. هو انا مش انا قلت ان لما يبقى كان سي شيب وجه كان موجود على الحواف بتاع التيبيا بس، عمق سطح التيبيا صح؟ انما لما بقى هو عامل زي الديسك كده، هو سطح التيبيا دلوقتي ما بقاش عميق. ليه؟ لان بقى في ديسك ما بينهم. فده اسمه ديسكويد منسكس. تحول سطح بدل ما بقى كده، بدل ما بقى كان سي شيب كده، لا بقى كل ده يعني كل الحته دي اتملت بايه؟ بمينيسكال تيشو، فبقى شبه عامل شبه الايه؟ الديسك، فبيسموه ديسكويد منسكس. طيب الديسكويد منسكس ده انا هعرفه ازاي؟ قال لك ليه طريقه من اتنين، لا اما الساجيتال لا اما كرونال. الساجيتال لو انا اتفقنا زي ما اتفقنا انا اول ما بقطع بقطع هنا، فانا المفروض اشوف ان المينيسكال تيشو من اول ما بقطع لحد ما اخره اللي هو بوتاي ابيرنس بتاعنا. البوتاي ابيرنس ده المفروض ان لما بقطعه بقطعه في ثلاث صور متقاطعه، يعني ثلاث صور متتاليه ورا بعض. في الديسكويد ده لا، مش هقطعه في ثلاثه بس، هلاقي ان البوتاي ابيرنس بتاعي مستمر لاكتر من ثلاثه، فساعتها هقول ان ديسكويد. ليه؟ انا دلوقتي قطعت من اول هنا لغايه هنا خلاص، فالمفروض ان هو يديني بوتاي ابيرنس. طيب وقطعت هنا بوتاي ابيرنس، طب وقطعت هنا بوتاي ابيرنس، طب وقطعت هنا بوتاي. لا ما كانش كده بيحصل. يعني انا كان المفروض ان انا كنت اقطع واحد بوتاي ابيرنس، اثنين بوتاي ابيرنس، ثلاثه ما بقاش في بوتاي ابيرنس، يبقى في انتيرو هورن وبوسيرو هورن. انما هنا لا، بوتاي ابيرنس بوتاي ابيرنس بوتاي ابيرنس، لان بقى في منسكال تيشو موجود في الحته ده هي اب نورمال. فده يبين لي المنظر ده، اهو ده اللي انا بتكلم عليه. ده لما قطع ساشتا ورا بعض، ده البوتاي ابيرنس بتاعنا، ادي واحد بوتاي ابيرنس، اثنين بوتاي ابيرنس، ثلاثه بوتاي ابيرنس، اربعه زاد عن ثلاثه، زاد عن ثلاثة البوتاي ابيرنس، زاد عن ثلاث صور متتالية، أعرف على طول إن بقى فيه هنا ديسكويد إيه؟ ديسكويد منسكس. لأن بقى فيه منسكال تيشو موصل الأنتيرو هورن بالبوستيرو هورن اللي هو ده، ده الأبنورمال. لحد هنا كان أنا معاك، لحد هنا مفيش مشكلة. بس هنا زاد بقى أربعة، فده معناه إن بقى فيه منسكال تيشو موجود ما بين أنتيرو هورن وبوستيرو هورن. طيب الكورونال، الكورونال بيفضحوا بشكل غريب جدا، لأن إحنا زي ما اتفقنا إن أنا لو أنا واخد مقطع كورونال في الهورن يبين لي مفروض، انما في البادي المفروض يبين لي كانه تراينجلر. اجي اقطع هنا لغايه هنا وخلاص، يعني يبان لي تراينجل من اول هنا لغايه هنا تراينجل، والحته دي كلها فاضيه. في الديسكويد منسكس لا، في الديسكويد منسكس اقطع من كده، كل ده كل ده كل ده موجود معايا. اكني شفت ايه يا جماعه؟ اكني شفت المنظر ده، شايفين المنظر ده؟ اكني ببص على هورن، يعني انا اكني ببص على انتيور هورن او بوستيور هورن، مع ان ده مش مكان انتيور هورن او بوستيور هورن. فاهمين قصدي؟ يعني المفروض ان لو انا قاطع كورونال اهو، شايفين ده؟ ده المنظر بتاع البادي بتاع اللاترال منسكس او ميديال منسكس خلاص. ده المنظر بتاعي خلاص. المفروض ان المنظر ده يكون شبهه بالظبط لحد هنا، يبقى تراينجلر شيب ده هنا. ايه ده كله؟ كل ده عباره عن ايه؟ الديسكويد منسكس اللي هو ده، اللي هو اللي موجود الموجود ميديال للايه؟ للبادي بتاع المنسكس خلاص. فده الطريقتين اللي انا بقدر اعرف بيهم الديسكويد منسكس، ان انا الاقي سيفرال بوتاي ابيرنس، او ان انا الاقي في الكورونال ايمجز ان الاقي ان البادي بتاع الميديا منسكس امتد لغايه مسافه طويله قوي لغايه الايه؟ لغايه الانتر كوندايلر ايمجز او انتر كوندايلر اير. طيب منسكس دي جنريشن، منسكس دي بص غالبا غالبا العيان بيبقى عنده ديسكويد منسكس، ده الديسكويد منسكس بيبقى افكتد لاترال اكتر بكتير من ميديال منسكس. ده معروف، يعني الديسكويد منسكس في اللاترال منسكس اكتر بكتير جدا من ميديال منسكس. ده اول حاجه. تاني حاجه ان غالبا العيان ده اللاترال منسكس ده بيبقى ديجنريتد بعنف، بيبقى مقطوع وديجنريتد بعنف. ليه؟ لان هو مش مفروض ان هو يتحشر ما بين الارتيكولار سيرفس، فدايما دايما بيبقى مقطوع. لدرجه يا جماعه يعني انا بلاحظها كده، لا احنا لما تشوفوا كده في الني
هتعرفوا ان الميديا منسكس دايما بيبقى هو اللي افكتد على اللاتر منسكس، ده معروف ان التورن ودي جنريشن اللي هنتكلم عليهم دلوقتي دولت كلهم بيأفكت الميديا منسكس على اللاتر منسكس، ده معروف. لما بلاقي انا ان اللاتر منسكس هو اللي افكتد بينما الميديا منسكس كويس، دايما ابص على شكل المنسكس غالبا بيبقى ديسكورد. يعني دايما لما تلاقي اللاترال هو اللي افكتد، يعني في تير او في دي جنريشن اللاترال منسكس مش الميديال، بص على شكل الايه المنسكس، غالبا هتلاقي ان في غالبا هتلاقي ان في شكل ديسكويد، شكله اب نورمال يعني مش شكل نورمال. ماشي. طيب المنسكس دي جنريشن، الفرق ما بين ديسكس المنسكس دي جنريشن والمنسكس تير هو وصول الاب نورمال سيجنال للارتيكيولار سيرف، وصول ارتكل الابنورمال. يعني انا دلوقتي المنسكس المفروض في الام ار اي بيبان كان لو سيجنال في كل السيكونسز، لو 1 و 1 في كل سيكونس المفروض يبان ان هو لو سيجنال. طيب لما الاقي في ابنورمال سيجنال خلاص شوفها اذا كانت واصله للارتكل سيرفيس ولا مش واصله للارتكل سيرفيس. لو مش واصله للارتكل سيرفيس يبقى انا بتكلم على دي جنريشن، لو واصله للارتكل سيرفيس يبقى انا بتكلم على تير. طيب فده اول حاجه ان انا عندي المنسكس جنريشن لما الاقي فيه ان المنسكس اهو خلاص ده هنا في ابنورمال سيجنال، الابنورمال سيجنال دي مش واصله للارتيكولار سيرفيس. الارتيكولار سيرفيس يا جماعه هو السطح ده، ده اسمه ارتيكولار سيرفيس وده اسمه ارتيكولار سيرفيس خلاص، اللي هو يعني اكيد المنسكاي بيارتيكليت مع الفيمر والمنسكاي بيارتيكليت مع التيب، فده بيسموه الارتيكولار سيرفيس وده بيسموه الارتيكولار ايه ارتيكولار سيرفيس، وده احنا قلنا الاسم بتاعه اللي هو ايه المنسكو كابسولار ايه المنسكو كابسولار سيرفيس بالظبط. طيب فده منسكس ايه، ده منسكس دي جنريشن الاب مش لو الاب الجراي دي دي لا مش قصدي على السطح يعني بالظبط، ده اللو سيجنال ده هو السطح بتاعنا خلاص. لو وصل لي يبقى انا بتكلم على اذا كان اذا تير ولا مش دي جنريشن. طيب ده في هنا يا جماعه المنسكس ده في ابنورمال سيجنال واصل لغايه الايه لغايه الايه الارتيكولار سيرفيس، فده اقول عليه ايه اقول عليه تير خلاص. طيب بصوا يا جماعه بس عشان نبقى متفقين وشادي هو اللي هيقولها صح؟ امتى اقول على تير؟ على ده تير ولا امتى عموما؟ وايه كمان؟ لا انت قلتها لي قبل كده مره وايه فعلا؟ انا قلتها؟ ليه؟ هو احنا متفقين ان اي ابنورمال سيجنال واصله للارتيكال سيرفيس ده انا اقول عليه تير، بس عشان اقول ان هو تير بحق ربنا لازم اشوفه في تو سيكونس ورا بعض بالظبط، لازم اشوفه في تو سلايس ورا بعض، يعني الاقي ان الابنورمال سيجنال ده بيسموه تو سلايس تاتش ميثود، ان انا الاقي ان الابنورمال سيجنال اللي واصله للارتيكولار سيرفيس دي لازم اشوفها في صورتين ورا بعض. لو شفتها في صورتين ورا بعض السنسيتيفيتي بتاعت المنسك بتاعت توصل 90%، لو شفتها في صوره واحده السنسيتيفيتي بتقل لغايه 30%، لدرجه ان هما بيقولوا انك لو شفت الابنورمال سيجنال صورة واحدة قول عليه بوسبل تير، لو شفتهم في صورتين على بعض قول عليهم مسموح لك انك تقول عليهم تير، انما لو شفته في صورة واحدة تقدر مسموح ليك انك تقول بوسبل تير. بوسبل تير ده درجة لان السنسيتيفيتي فعلا بتقل لدرجة 30%، بص من 90% ل 30%. فلازم عشان اقول ان هو منسكال تير بحق ربنا ان لازم يكون واصل لارتيكولار سيرفس، لازم اشوفهم صورتين ورا بعض صورتين ورا بعض خلاص. طيب انواع المنسكال تير، بصوا يا جماعه عشان انا بسمع عجب وفي البرايفت بسمع كلام، يعني انا متاكد ان نص اللي قاعدين هنا مثلا سمعوا حاجه اسمها انفيريور سيرفيس تير او سوبيريور سيرفيس تير او كلام، بص ما فيش حاجه اسمها كده ماشي يا شادي، انا عارف انك هتضربني بعد ما اطلع بس ما فيش حاجه اسمها كده ماشي. هما بيقسموا التير الى هوريزونتال تير ولونجيتودينال تير وراديال تير خلاص، دوت اللي هما نون ديسبليس وبعد كده بيبقى في ديسبليس. طيب هما ببساطه خالص بيقسموا التير على حسب الاورينتيشن بتاع السيجنال، الباند اللي انت شايفها دي ماشيه عامله ازاي؟ قال لك الباند اللي انت شايفها لو انا بتكلم على باند كده زي ما احنا شايفين باند اوف ابنورمال سيجنال واخده المنسكس ماشيه بالعرض بيسموه هوريزونتال تير. طيب يعني ايه ماشيه بالعرض اكتر؟ قال لك لما تلاقي ان الابنورمال سيجنال دي موازيه لسطح التيبيا، موازيه لسطح التيبيا ده بيسموه هوريزونتال تير. موازيه لسطح التيبيا ده يسموها هوريزونتال تير. يا جماعه متفقين ان ده في ابنورمال سيجنال صح؟ الابنورمال سيجنال دي علاقتها ايه بسطح التيبيا؟ بارالين مش بربنديكولار،
اول ما تلاقي ان الابنورمال سيجنال موازي سطح التيبيا ده تعرف ان ده هوريزونتال هوريزونتال تير. طيب هما ليه دي ليهم بيقسموهم هوريزونتال تير ولونجيتودينال تير وفيرتيكال او راديال تير؟ قال لك لحاجتين. اول حاجه قال لك ان وجدوا ان الهوريزونتال تير ده غالبا بيبقى ديجنريتيف تير مش تروماتيك، يعني مش مع اكيوت يعني يبقى واحد صغير ويجي له منسكال تير ده غالبا ما بيبقاش هوريزونتال، بيبقى لونجيتودينال النوع الثاني اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه. انما لما يبقى واحد كبير مع الوير اند تير غالبا بيبقى لما بيجي يحصل تير في المينيسكس بيبقى هوريزونتال مش لونجيتودين. خلاص ماشي، ده اول حاجه. تاني حاجه وجدوا ان المينيسكس بيبقى فيه باندل، الباندل اللي ماشيه اللي موجوده في المينيسكس دي وجدوا ان كل تير او كل اورينتيشن بتاع تير بيأثر على الباندل ده ولا ما بيأثرش، وده اهميه الكلام ده. لو التير بيأثر على الباندل بتاعه المينيسكال ده بالنسبه لي التير ده وحش جدا، لو التير ما بيأثرش على الباندل ده بالنسبه لي التير ده كويس جدا. وبالتالي لو انا بتكلم على الهوريزونتال تير زي ده، ايه رايكم في الباندل؟ الباندل ماشيه بحذاء السي شيب بتاع الايه بتاع المينيسكس. ايه رايكم التير ده مأثر على الباندل ولا مش مأثر عليها؟ مش مأثر عليها. وبالتالي التير بتاع الديجنريتيف تير ده لدرجه ان الناس ما بتدخل، يعني عاده الديجنريتيف تير ده ما بيخش ما بيدخلوش جراح، سيبك منه مش مهم، ده مش مهم، لان هو ما بيأثرش على الباندل بتاعه الايه بتاعه الفايبرز. طيب وبالتالي الهوريزونتال تير هو تير ماشي موازي ابنورمال سيجنال وصل للارتيكولار سيرفيس، موازي للايه لسطح الايه، موازي لسطح التيبيا، ممكن يوصل للسوبير ارتيكولار سيرفيس، ممكن يوصل للانفير ارتيكولار سيرفيس ما عنديش مشكله، او ممكن يوصل للفري ايدج ما عنديش مشكله. الفري ايدج يعتبر برده من ضمن الارتيكولار سيرفيس بتوعنا. خلاص، فسواء كان واصل للفري ايدج، سواء كان واصل للسوبير سيرفيس، سواء كان واصل للانفير سيرفيس، كلهم اسمهم هوريزونتال تير. هوريزونتال تير، لان انا لما اقول له هوريزونتال تير المفروض ان الدكتور هيعرف ان هوريزونتال تير ده غالبا ديجنتيف، وغالبا ان الهوريزونتال تير ده مش مأثر على الباندلز بتاعت المينيسكس وبالتالي مش هتدخل جراحيه. خلاص. طيب النوع اللي بقى الهوريزونتال تير بالمناسبه من اشهر الحاجات اللي بيحصل معاها البارا مينيسكال سيست. البارا مينيسكال سيست ده اللي بيحصل ان لما بتيجي تقطع المينيسكس كده الجوينت فيوجن اللي موجود هنا بيمشي من هنا عن طريق التير ويجي اكيوميليت هنا ويعمل سيست جنب التير، ودي بيسموها من ضمن الحاجات اللي بتبقى ان دايركت ساين للمينيسكال تير. يعني لو انت في تير مش قادر تحلف عليه او لا، لو لقيت ان في معاه بارا مينيسكال تير احلف بقى ان ده ايه، ان ده تير. غالبا بيبقى مع الهوريزونتال تير اللي بيبقى هو ده غالبا بيبقى النوع اللي بيبقى معاه البارا مينيسكال ايه سيست، وده زي ما قلت ان ده نوع من انواع الان دايركت ساين للمينيسكال ايه للمينيسكال تير. طيب النوع الثاني هو اللونجيتودينال تير. لونجيتودينال تير، بصوا يا جماعه لونجيتودينال مش فيرتيكال، لونجيتودينال. هو ايه النوع ده؟ قالوا ده النوع ان هو بيبقى تير بيبقى ماشي عمودي على المينيسكس، عمودي على المينيسكس زي ما احنا شايفين كده، وعمودي على سطح التيبيا. التاني كنا قلنا ان السطح التاني كان بيبقى موازي، انما ده النوع ده ايه؟ قال لك ده الابنورمال سيجنال دي واصله للارتيكولار سيرفيس وفي نفس الوقت عموديه على الايه؟ على الايه؟ التيبيا، عموديه على التيبيا، مش زي التانيه، التانيه كانت بارل للتيبيا، دي عموديه على التيبيا. طيب اللونجيتودينال تير ده يا جماعه بيعمل ايه؟ قال لك ده بيقسم المينيسكس، بيقسم المينيسكس لجزء داخلي وجزء خارجي. جزء داخلي خلاص وجزء ايه؟ وجزء خارجي. طيب هو اللونجيتودينال تير ده لما تيجي تشوفه كده يقول لك ان اللونجيتودينال تير ده لما تيجي تشوفه غالبا بتشوفه في حد صغير وبيبقى غالبا سبب تروماتيك تير. طيب هو ايه اللي بيحصل؟ بصوا يا جماعه المينيسكس ده، المينيسكس ده موجود كده ماشي، وفي نفس الوقت ماسك من هنا بالكبسول، ده الكبسول بتاع الني جوينت. خلاص الكبسول بتاع الني جوينت ده ماسك في الطرف بتاع الايه بتاع المينيسكس. لما العيان بيعمل رونج موفمنت المينيسكس ده الكبسول ده يشد على المينيسكس، لما بيشد على المينيسكس يروح عامل فيه ايه؟ بيعمل فيه تير، فبيعمل فيه التير ده اهو زي ما احنا شايفين، ده ماسك في ده، فلما ده يشد لو العيان اتحرك او البيشنت اتحرك حركه غلط هيشد على ده فيروح ايه؟ يروح قاطع الاثنين من بعض، فبيعمل نوع من انواع التير بيسموهم لونجيتودينال تير. وصف التير ده عباره عن ايه؟ ان التير ده بيكون فيرتيكال او بربنديكولار على سطح بتاع التيبيا، بيبقى غالبا يقسم المينيسكس الى جزء داخلي وجزء خارجي،
غالبا التير ده بيبقى ناحيه الاطراف، بيبقى ناحيه البريفري، مش بيبقى ناحيه الفري ايدج، بيبقى ناحيه الايه، بيبقى ناحيه الطرف، بيبقى عيان صغير في السن، ويبقى عيان غالبا في اكيوت تروما. طيب ايه رايكم ان في اللونجيتودينال تير ده بيبوظ البندل بتاعه المينيسكس ولا ما بيبوظهاش؟ بيبوظها. انا يعني هو ده هو نزل كده والبندل زي ما هم، انا هو ماشي ما بينهم، هو ده مشي كده خلاص ما بينهم، وده مشي كده برضه ما بينهم، فما بوظهاش، سواء كان هوريزونتال او سواء كان لونجيتودينال تير ما بيبوظهمش. طيب امال ايه اللي يهمني في اللونجيتودينال تير؟ قال لك اللي يهمك في اللونجيتودينال تير مسافته او بعده عن المينيسكو كابسولا سيرفيس، هو قد ايه قريب من المينيسكو كابسولا سيرفيس ولا بعيد من المينيسكو كابسولا سيرفيس، يعني قريب من الفري ايدج. ليه يهمني في كده؟ قالوا لان الكبسول بتاع الني جوينت ده بيبقى هايلي فاسكولار، وبالتالي كل ما كان التير قريب من المينيسكو كابسولا سيرفيس يعني قريب من الطرف كل ما هيهيل لوحده خلاص. لدرجه ان هم بداوا يعملوا، شايفين يا جماعه، بداوا يحسبوا ان هو لو انت بتتكلم من 1 ل 3 مللي ان الديجري او الـ او الـ او الرينج اوف هيلينج بيوصل ل 23% لوحده. لو انا بعدت عن ال 3 مللي يعني قربت من الفري ايدج الهيلينج بيوصل ل 0%. فبالتالي انا مهم ان انا لما اتكلم على اللونجيتودينال تير اشوفه هو او احسب المسافه هل هو اقل من 3 مللي ولا اكتر من 3 مللي من المينيسكو كابسول، لان الكبسول ده هايلي فاسكولار، وبالتالي كل ما قرب بالتير من الكبسول كل ما كان الهيلينج او كل ما كان السبونتينيوس هيلينج لوحده كل ما كان احسن، كل ما باعد وقرب من فري ايدج كل ما كان الهيلينج والسبونتينيوس هيلينج ما بقاش يحصل لوحده، وبالتالي غالبا العيان ده بيضطر ان هم يتدخلوا ايه، يتدخلوا جراحه. يعني ده مثلا ده لونجيتودينال تير قريب خالص من المينيسكو كابسولا سيرفيس اقل من 3 مللي، غالبا العيان ده لو استنيت عليه شويه ممكن يحصل له سبونتينيوس هيلينج، وغالبا بيستنوا عليه ما بيتدخلوش جراحه. طيب نيجي لاخر نوع اللي هو النوع الوحش جدا، والنوع اللي فعلا ان بتوع الاورثو هم اللي بيهتموا بيه اللي هو اسمه راديال تير. الراديال تير ده عباره عن ايه؟ قال لك ده التاني واحد احنا قلنا جاي كده هوريزونت، والتاني قلنا ده جاي كده اللي هو عباره عن لونجيتودينال. ده جاي ازاي؟ ده جاي كده، يعني انا وانا بمثل ان ده المينيسكس يا جماعه، في واحد بيبقى جاي كده خلاص معايا ده اللونجيتودينال تير، في واحد بيبقى جاي كده ده الهوريزونتال تير، انما اللي بيجي كده ده اللي بيجي كده ده اسمه ريديال تير. بيجي كده ازاي؟ قال لك ده بيبقى عمودي على حاجتين، عمودي على السي شيب بتاع المينيسكس، وفي نفس الوقت عمودي على سطح التيبيا. الاثنين عمودي على السي شيب بتاع، يعني اللونجيتودينال عمودي على سطح التيبيا بس ماشي مع السي شيب بتاع الايه، بتاع المينيسكس، بينما الريديال تير، الريديال تير عمودي على الاثنين، عمودي على سطح التيبيا وعمودي على الايه، على السي شيب بتاع المينيسكس. ده مش مهم، يعني ده مش مهم ان هو شكله عامل ازاي او ان هو عمودي او مش عمودي، ده مش مهم. بس المهم ايه؟ المهم ان لازم اعرف ان الريديال تير بيبقى واخد الفري ايدج، بيبقى عمودي على الفري ايدج بتاع المينيسكس. ده لازم، يعني عشان اقول ريديال تير، عشان اقول ريديال تير بيبقى واخد، بصوا يا جماعه، واخد الفري ايدج، ده الفري ايدج بيبقى واخد الفري ايدج كده ماشي ماشي كده، وزي ما احنا شايفينه هو بمشيته كده يا جماعه، وهو ماشي كده عمال يعمل ايه في البندلز وهي ماشيه، وهو ماشي كده عمال يقطع في البندل واخدها من اولها لاخرها. فعشان كده الريديال تير، الريديال تير من اسوأ التيرز اللي بتبقى اللي بتوع الجراحه بتوع الاورثو. انت لو قلت له ريديال تير خلاص هو غالبا بيخش بيعمل له جراحه، ده لازم، يعني الريديال تير بيخش جراحه. اللونجيتودينال على حسب بقى اذا كان قريب من الكبسول ولا مش قريب من الكبسول، انما الريديال تير ملوش لان هو بيأفكت البندل بتاعه المينيسكس وبيبوظها خلاص. طيب الريديال تير ده عشان اشخصه ازاي؟ قالوا ان في الريديال تير ليه 3 ساينز، ليه 3 ساينز، ودي الثلاثه ساينز مهمين. اول حاجه يا جماعه حاجه اسمها كليفت ساين، كليفت ساين او بيسموها ديستربت بوتاي ابيرنس. ايه كليفت ساين او ديستربت بوتاي ابيرنس؟ احنا متفقين يا جماعه ان المفروض ان انا الاقي بوتاي ابيرنس ده في السيجيتال ايمجز في اول ثلاثه، مع اول ثلاث صور في السيجيتال ايمجز اللي انا بقطع فيها في البادي، صح؟ ايه اللي يحصل؟ انا يا جماعه انا جيت قطعت هنا بوتاي ماشي، يعني من اول لغايه اخره في منسكس تيشو كويس قوي، جيت هنا برضو نفس الحكايه بو تاي، جيت اقطع هنا يا جماعه المفروض الاقي المنظر بتاع البو تاي، ما لقيتش. ليه؟ لان هنا
التير ده جه في النص كده، فلما التير افكتنج الفري ايدج فجيت اقطع هنا في منسكال تيشو، المفروض المنسكال تيشو يبقى من اول هنا لغايه هنا مكمل، لا المنسكال هنا تيشو وبعدين في حته هنا ما بقاش فيها ايه منسكال تيشو، بنيت لي كانها كليفت ايه كليفت ساين، بيسموها كليفت ساين او ديستربت بو تاي ابيرنس. يعني ايه؟ يعني المفروض المنظر ده يكون مكمل، ما يبقاش فيه الحته ده اهي، الحته ده هي يا جماعه هي دي اللي انا جيت اقطع كده 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 كده، لقيت ان الحته دي ما بقاش فيها منسكال تيشو، فبنيت لي كانها ايه؟ كانها كليفت ايه كليفت ساين او ديستربت بو تاي ابيرنس، وكان المفروض البو تاي ابيرنس الاقيه في 3، في الحاله دي هلاقيه في 2 مش هلاقيه في 3. ماشي؟ اكيد ولا هو ما عارف الموضوع، يعني شويه تخيله صعب بس يعني مع الوقت هتلاقيه الموضوع بيمشي يعني. فهو ده اسمها كليفت ساين، المفروض ان انا ايه يا جماعه؟ اقطع في هنا واحد، ماشي، اقطع هنا كويس جدا في منسكال تيشو، اجي اقطع هنا المفروض الاقي زي المنظر التاني اللي هو البو تاي ابيرنس، جيت قطعت هنا لقيت ان البو تاي ابيرنس في الحته ده اهي افكتد، لقينا دي لان بيبقى في تير هنا فيبان لي كانها كليفت ساين. المنظر ده يا جماعه لو انا جيت خدت عليه ساجتال، لو جيت خدت عليه ساجتال هيبان لي كانه حاجه اسمها ترانكيتد منسكس. ترانكيتد منسكس ايه اللي بيحصل؟ انا يا جماعه دلوقتي انا باخد ساجتال، جاي اخد ساجتال في المنظر ده، في المنظر ده بتاع المنسكس ايه اللي حصل فيه؟ المنسكس المفروض يبان لي كانه تراينجلر ان شيب، بصراحه صح؟ ايه اللي حصل؟ الجزء الوراني بتاع المينيسكس كويس بينما الجزء القداماني بتاعه مش كويس، اللي هو البوز بتاع الايه بتاع المينيسكس مش كويس. ليه مش كويس؟ ليه مش باين؟ لان انا يا جماعه انا قاطع كده، شايفين؟ قاطع كده، لما اجي اقطع هنا انا قاطع في هواء مش قاطع في المينيسكس، وبعد كده جيت كده كده رحت مكمل قطعت ايه؟ قطعت في بقيه المينيسكس كده. فايه اللي حصل؟ الجزء الوراني بتاع المينيسكس كويس بينما بوز المينيسكس او الايبكس بتاع الترانجل بتاع المينيسكس مش موجوده، فتبان لي كانها كده، شايفين؟ اكن هنا المفروض ان المينيسكس يبقى موجود هنا بس مش موجود. ليه مش موجود؟ لان هو يعني لانه في قطع، يعني انا قطعت كده، انا قاطع كده خلاص، فبين لي الجزء الوراني بتاع المينيسكس كويس، المفروض لما اجي اقطع في بقيه المينيسكس يبان لي كانه تراينجلر شيب كده، الحته ده هي فيها فاضي فراغ مش مقطوع مش موجود، فتبان لي كانها ترانكيتد ايه؟ يبان لي كانها ترانكيتد منسكس. انا مش عارف، انا حاسس ان مش ترانكيتد يعني المنسكس المفروض يبان من تراينجل من اول، يعني من اوله لغايه اخره. ترانكيتد يعني مشطوف، يعني اكن المنسكس تراينجل ده مش الجزء الايبكس بتاعته اتشطف مش موجود، ده بيسموه ترانكيتد ايه منسكس. ماشي؟ لو التير ده خد المنسكس من اوله لاخره، خده كده من اول الفري ايدج لغايه الاخر، انا المفروض اشوف وجيت قطعت في هنا المفروض اشوف ايه؟ مش هشوف حاجه بالظبط، يسموه بقى ايه؟ يسموه جوست منسكس. انا كده اطمنت يا جماعه شويه نسبيا يعني، الحمد لله ان في رد فعل، الحمد لله كده انا اطمنت شويه. يبان كانه جوست منسكس مش باين خالص، ليه؟ لان انا لما جيت قطعت في اول حته في الحته دي ما كانتش موجوده خلاص، بينما الجزء الاولاني كان موجود، فالجزء الاولاني مش باين والجزء الثاني باين، ده بيسموه ترانكيتد منسكس، يعني اكن المنسكس ده مشطوف. انما لو هو التير واخده من اوله لاخره وجيت قطعت فيه مش هيبان خالص، فيبان كانه حاجه اسمها جوست منسكس. جوست منسكس اهو، اكن المفروض ان هنا بيبقى فيه منسكس بس هنا مش ايه؟ مش موجود، اكن المفروض فيه منسكس بس مش ايه؟ مش موجود خلاص، ده بيسموه جوست ايه؟ جوست منسكس. خلاص يبقى الثلاثه ساين بتوع الريديال تير، والريديال تير ده مهم جدا يا جماعه. اول حاجه الكليفت ساين بتاع الديستربت بو تاي ابيرنس خلاص، اللي هو ده ان المفروض بو تاي ابيرنس يبان في ثلاثه ايمجز مش هلاقيه غير في واحد او اثنين، او ان يبان كانه ترانكيتد منسكس، او ان هو يبان كانه يبقى لو كان التير واخده من اوله لاخره يبان كانه جوست ايه؟ جوست منسكس. خلاص ده منظر الريديال تير في الاكزيال، بس عاده ما بنشوفوش كده، ان هو يبقى المنسكس كده خلاص وهو جاي عمودي عليه خلاص. طيب الروت تير هو نوع من انواع الريديال تير،
هو نوع من انواع الراديال تير. الرود تير هو نوع من انواع الراديال تير. المفروض يا جماعه ان ده كورونال ايمجز، الاقي ان الهورن بالروت اتاتشمنت بتاعه بيبقى ماسك هنا، الروت اتاتشمنت مش موجود، ايه اللي حصل له؟ كل ده تير، خد الفري ايدج من اوله هنا لغايه هنا، فخد كل ده من اول فري ايدج لغايه المنسكو كابس. اللي بيمشي كده ده راديال تير. فالراديال تير بس هو هنا، هنا ايه اختلافه عن التاني؟ ان هو وايد شويه، يعني واخد من اول هنا لغايه هنا، بس هو هو واخد من اول فري ايدج ماشي عمودي من اول فري ايدج لغايه الايه، لغايه المنسكو كابس. الراديال تير لما بيأفكت الروت بيسموه روت تير، لما بيأفكت الروت بيسموه روت تير. طيب وبيبقى معاه حاجه ملاحظه مهمه جدا ولاحظوها، ولو انتوا لو في حد فيكم في ماسكو سكيتال او ما يشوف حاجه زي روت تير، لما تشوف روت تير بصوا على البادي بتاع المينيسكس، هتلاقي ان البادي بتاع المينيسكس ايه اللي حصل له؟ هتلاقي اكسترود اللي بره. ليه؟ المفروض ان الروت اتاتشمنت ده يا جماعه بيبقى ماسك المينيسكس بالايه؟ بالانتركوندايل اريا. لو انت فصلت الاتاتشمنت بتاع المينيسكس بالانتركوندايل اريا، المينيسكس ده هيبقى سايب، فتلاقيه مره واحده يروح خارج لبره. ده بيسموه مينيسكال اكسترودجن. مينيسكال اكسترودجن ليه؟ لان الاتاتش بتاع المينيسكس في انتركوندايل اريا اتفك، فايه اللي حصل له؟ فالمينيسكس راح خارج لبره، لانه ما بقاش فيه واصله او ما فيش حاجه تمسكه بالايه، بالانتركوندايل اريا. ده بيسموه مينيسكال اكسترودجن. اهو اهو ان ده اتقطع والمينيسكس راح خارج ايه، راح خارج لبره، اكسترودد لبيه لبره. وده خطوره الروت تير. ليه خطوره الروت تير دلوقتي؟ لان دلوقتي العظم بيحكوا في بعضه، المينيسكس اللي هو كان موجود بيعمل كعازل ما بين الميديال واللاترال فيمورال كوندايل ما بقاش موجود، لايه؟ اكسترودد لبره، فالعظم بدا يحكوا في بعض. عشان كده العيان ده بيجي له اوستي ارثرايتس بعنف. عشان كده العيان ده برده ما بيستنوش عليه، العيان بتاع روت تير ومعاه المينيسكال اكسترودجن بيدخلوه على طول يصلحوا له الروت تير، لانه عارفين ان هو غالبا هيجي له ايه؟ غالبا هيجي له اوستي ارثرايتس، لان العظم خلاص بقى يحكوا ايه في بعض، المينيسكال حصل له ايه؟ حصل له اكسترودجن. الكومبلكس تير هو اي حاجه، اي كومبوننت من سواء كان هوريزونتال ولونجيتيودنال مثلا، او راديال ولونجيتيودنال، سواء كان اي نوع من الاثنين او اكتر من كده، بيسموه كومبلكس ايه؟ كومبلكس تير. فانت لما تلاقي ان في مثلا، يعني ده ايه يا جماعه؟ ده هوريزونتال وده ايه؟ وده لونجيتيودنال تير. فهوريزونتال مع لونجيتيودنال تير يسموه ايه؟ يسموه كومبلكس ايه؟ كومبلكس تير. سواء كان بقى ده او ده، يعني لو اي اثنين مع بعض يسموهم ايه؟ كومبلكس ايه؟ كومبلكس تير. خلاص سبليست المنسكس انا غالبا هقول المره الجايه، لان انا المفروض اروح مستشفى البطنه دلوقتي وممكن يحصل لي مشكله. خلاص المره الجايه ان شاء الله انا هقول السبليست المنسكس. السبليست المنسكس والله مهمه جدا، يعني ديسبليس المنسكس وال اي سي ال انجري والبي سي ال انجري والميديا كولاتر ليجمنت انجري، يعني ليجمنت انجري بتوع المره الجايه ان شاء الله. ويبقى كده انا يبقى خلصت النيل ان شاء الله المره الجايه باذن الله. السبت مناسب صح؟ ماشي ان شاء الله المره الجايه. نسمع شرحك يا الله. انت عامل ايه؟ بص اسالك على حاجه كده، انت في التير بتقول ان في انواع ثانيه سوبيريور وانتيريور. لا ما فيش حاجه اسمها كده، لا هي فكره بس دلوقتي احنا الناس اصلا ما ينفعش ماسكو سكيلتر بس، انت